السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يشرفني ويسعدني أنا محدثكم عدنان قلعجي أن أكون معكم في أسبوع الثقافة الإعلامية في موسمه الثاني. نرحب بكم أساتذتنا الأفاضل حضورنا الكريم في اليوم الثالث من فعاليات أسبوع الثقافة الإعلامية الموسم الثاني، حيث نواصل استكشاف أعماق العالم الرقمي وتأثيراته على المجتمع. اليوم يسرنا أن نقدم لكم محاضرتين غنيتين بالمعرفة والفكر، والبداية مع الدكتور علي داود الذي سيطلعنا على موضوع الهوية الرقمية في البيئة الافتراضية. هذه المحاضرة ستفتح أمامنا آفاقاً جديدة لفهم كيفية تشكل وحماية الهويات في الفضاء الافتراضي. وفي المحاضرة الثانية سنتعمق في التصفح الرقمي وعلاقته بالأمن الشخصي، حيث سنبحث كيف يمكن لسلوكياتنا على الإنترنت أن تؤثر على أمننا الشخصي وخصوصيتنا. هذه المحاضرة ستبرز الأهمية القصوى للوعي الأمني في عصرنا الحالي. نشكركم لمواصلة الرحلة معنا، ونأمل أن تثري هذه المحاضرات تجربتكم وتعمق فهمكم للمطروحات الموضوعية. تفاعلكم يغني النقاش ويعزز من قيمة هذه الفعالية. نتمنى لكم أمسية طيبة، ونتطلع إلى تفاعلكم ومشاركتكم المثمرة. وعلى بركة الله نبدأ هذا اليوم مع المحاضرة المشوقة لسعادة الدكتور علي داود التدريسي في قسم الصحافة الإذاعية والتلفزيونية في كلية الإعلام الجامعة العراقية. وإليكم أحبتنا نبذة مختصرة من سيرته الذاتية. الدكتور علي داود ماجستير إعلام، تخصص إعلام إلكتروني، تدريسي في كلية الإعلام الجامعة العراقية قسم الصحافة الإذاعية والتلفزيونية. شارك الدكتور في عدة مؤتمرات محلية ودولية، معد ومقدم بودكاست تقنية تك يهتم بجديد التقنية، معد ومقدم برامج في إذاعة دار السلام، ومنتج أفلام قصيرة، الفائز الأول عن فيلم غربة في الوطن، والفائز الثاني عن فيلم الصراخ الصامت الخاص بمرضى الثلاسيميا بمهرجانات محلية، مخرج فيلم حروف من ذهب المنتج باللغة الإنجليزية الخاص بالمخطوطات العربية في العالم، مصمم مواقع وتطبيقات الهاتف المحمول، وحاصل على شهادات معتمدة من جوجل عن آلية عمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي واستهداف الجمهور. نفع الله بكم دكتور، ولكم الصلاحية كاملة، فتفضل مأجورا مشكورا. تفضل شكرا سعد الدكتور. جزيلا أستاذ عدنان على هذه المقدمة، لكن فقط المايك الآن شغال؟ نعم دكتور، الصوت واضح، تفضل. تمام، فقط يعني نشوف الشير. تفضل دكتور. الآن واضح الشير أستاذ عدنان؟ نعم ممتاز دكتور، فول تفضل. سكرين؟ نعم دكتور، تمام. على بركة الله، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مجددا في اليوم الثالث على التوالي ومع أسبوع الثقافة الإعلامية الموسم الثاني، بالتعاون بين منصة أريد وجمعية البصيرة للبحوث والتنمية الإعلامية. عنوان محاضرتنا لهذا اليوم: الهوية الرقمية في البيئة الافتراضية. بالبداية راح نتطرق إلى محاور هذه المحاضرة. بالبداية راح نتعرف على ما هو تعريف الهوية الرقمية، لماذا الهوية الرقمية، بالإضافة أيضا سنتعرف على أنواع الهويات الرقمية مع فرص التواجد في الفضاء الرقمي بهذه الهوية. أيضا سنتطرق إلى شبكات التواصل الاجتماعي بين الحرية والتخبط في الهوية الأصلية.
وأيضا لا ننسى مخاطر استخدام هذه الهوية في داخل البيئة الافتراضية. وختاما إن شاء الله سنتطرق إلى الاستراتيجيات الخاصة في بناء الهوية الرقمية الخاصة بالأفراد. بالبداية، الهوية الرقمية، يعني عندما نسمع هذا المصطلح، عفوا، عندما نسمع هذا المصطلح للهوية الرقمية، ربما يخطر ببالك شيء مثل الهوية اللي موجودة بداخل المحفظة الشخصية. الأمر ليس تماما، لكن مشابه لتلك الفكرة. ونقصد بهذا المصطلح هو مجمل الصفات اللي تميز شخص أو شيئا ما عن غيره، أو مجموعة اجتماعية عن غيرها. عندما نتحدث عن الهوية، فنحن نتحدث عن انتماء أو تبعية لوحدة استراتيجية معينة أو عضوية بداخل هذه المجموعة. طبعا هناك هويات، الهوية التقليدية أو البطاقة الوطنية، هذه الهوية تعبر عن انتماء هذا الشخص إلى وحدة استراتيجية كبرى وهو الوطن. وهناك الهوية الوظيفية اللي هي مرتبطة بجهة العمل. إذن الهوية هي تمثل أي شخص، لكن ماذا عن مفهوم الهوية الرقمية؟ طبعا في المجال الرقمي كذلك أيضا هي معلومات، أو هي كافة المعلومات المرتبطة بك شخصيا في الفضاء الرقمي، والآثار التي تتركها كمستخدم بداخل هذا الفضاء. إذن ببساطة، الهوية الرقمية أن يكون لديك معرفات تعرف عنك في عالم الإعلام الرقمي، ونقصد هنا منصات التواصل الاجتماعي. من خلال هذه المنصات يتصفحها الناس ويعرفون عنك معلومات. لكن هناك سؤال مهم، هل هذه المعلومات أنت تريدها أم أنها أتت عشوائية؟ يعني إذا هذه المعلومات أنت ساهمت في بناها فهذه وأنت تريدها، فبالطبع هذا جانب إيجابي، لكن أنها تأتي عشوائية، وقد تكون هذه المعلومات لا تمثلك. لكن هناك يعني مشكلة إن كانت هذه الهوية عشوائية نتيجة لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي بصورة عشوائية. الحقيقة عالم كبير متسع، نعيش أطرافه يوميا، ساعات كثيرة نقضيها على الهواتف، على الحاسوب، يعني منذ أن تستيقظ نقضي ساعات طويلة على اللابتوب وعلى الهاتف، وهذا بالتالي هو راح يقودنا إلى منصات التواصل الاجتماعي. نتحدث اليوم عن هذه المنصات كسناب شات، تويتر، منصة إكس حاليا، فيسبوك، انستغرام وغيرها. نريد أن نعرف ما هي الهوية في البداية. الهوية يعني كما عرفها أو موجودة في معجم الوسيط، هي حقيقة الشيء أو الشخص الذي تميزه عن غيره. إذن هذا بكل بساطة لمفهوم الهوية. إذن ما هو مفهوم الهوية الرقمية؟ الهوية الرقمية هي مجموعة الصفات والدلالات والرموز التي يوظفها الإنسان للتعريف بنفسه بالفضاء الافتراضي، بالتالي يتفاعل ويتواصل على أساسها مع الآخرين، بحيث قد لا يتوافق مثل ما ذكرنا مسبقا مضمون هذه الهوية مع الحقيقة. طبعا كنت أستمع لإحدى المحاضرات، كان يشرح بها أحد الأساتذة ويقول أنه ذكر موقف معين. يقول أنه أحد الدكاترة كان يدرسنا في الجامعة، وكان يتحدث عن مفهوم الصورة الذهنية والهوية، فقال تعريف أعجبني. هذا التعريف طبعا هو ليس له أساس لا علمي ولا أكاديمي ولا أي صيغة، لكنه بطريقة بسيطة. قال: إذا فقدوا اسمك، يا ترى ماذا سوف يقولون عنك؟ فبالتالي هنا سيأتي دور الهوية الرقمية. ماذا صنعت؟ ماذا تركت من أثر حتى يحل محل اسمك؟
كذلك ما تقدم أنت في عالم الإعلام الرقمي، وهنا يعني منصات التواصل الاجتماعي، هو هوية رقمية تمثلك وأيضا تمثل الأفكار التي تريد أن تظهر للآخرين. طبعا هذه الهوية قد تشمل اسم الشخص، عمره، جهات الاتصال، حساباته، صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي، التعليقات، التفاعلات، وأيضا بيانات تسجيل الدخول والأجهزة المصرح بها. إذا هسه بالمحصلة، الهوية الرقمية أو يسمونها عادة هوية الإنترنت، هي هوية اجتماعية يؤسسها المستخدم في المجتمعات الرقمية والمواقع الإلكترونية. سؤال مهم، لماذا هذه الهوية مهمة؟ ولماذا الهوية الرقمية أصلاً؟ الهوية الرقمية بغاية الأهمية. عندما تأتي مواضيع مهمة، غالباً الناس تريد تسأل عنك وتعرف عن أمورك وعن هويتك وماذا تقدم. قديماً كان النمط يسألون عن فلان في الوظيفة، في مكان السكن، في مكان العمل. لكن فكر الآن أنت في عصر الإعلام الجديد، عصر الإعلام الرقمي، الإنترنت، منصات التواصل الاجتماعي. فكر من أين يأتون بتصور عنك. غالبا ما يدخل الناس إلى منصات التواصل الاجتماعي ويبحثون عنك. بأبسط مثال، حتى بموضوع الزواج، الطرفين كل واحد منهم يذهب إلى صفحات الآخر في منصات التواصل وينظر إلى عدة أمور. ماذا يقدم هذا الشخص؟ ما طبيعة المحتوى؟ من يتابع؟ وممكن أنه يأخذون تصور عنك، ماذا تقدم داخل هذه المنصات، من تتابع؟ كل هذه الأمور ممكن أن تعطي عنك هوية رقمية. لكن مثل ما ذكرنا مسبقا، قد يأخذ الناس عنك صورة ذهنية بطريقة عشوائية، وهذا يعني أمر بغاية الخطورة. الهوية الرقمية يعني لها أهمية في منصات التواصل الاجتماعي لعدة أسباب. السبب الأول وهو الموثوقية. الهوية الرقمية تساعدنا على ضمان وجودنا و على عدم انتحال صفة داخل منصات التواصل الاجتماعي. هذه المنصات أو هذه الهوية تسمح للمستخدمين بالتحقق من الهوية وأيضا تمييز أنفسهم عن الحسابات المزيفة، وبالتالي سوف تعزز من الثقة بين المستخدمين. الآن نرى على منصات التواصل الاجتماعي، بعض المنصات تحتاج إلى معلومات كالهوية، جواز سفر، رقم الهاتف، بريد إلكتروني وغيرها، وبالتالي حتى هناك اشتراكات مدفوعة حتى تميز هذا الحساب عن الحساب الآخر. في حال أي شخص حاول أن ينتحل صفة اسم شخص، شخصية معينة، قد تكون شخصية موثوقة على منصات التواصل الاجتماعي أو شخصية مشهورة، لا يستطيع عمل أي حساب. فبالتالي هذه المنصات عن طريق الهوية أو هوية الأشخاص اللي موجود على الإنترنت سوف تحظر أي حساب احتيالي أو حساب مميز. ننتقل إلى السبب الآخر الذي يجعل الهوية الرقمية مهمة، وهو موضوع الخصوصية والأمان. بهذا الموضوع تساعدنا الهوية الرقمية على منصات الإعلام الرقمي للحفاظ على الخصوصية وأيضا التحكم بكل المعلومات عفوا دكتور، صوت انقطع. دكتور علي تسمعني؟
أستاذ عدنان تسمعني؟ نعم دكتور، نعم تفضل تفضل، بس العرض التقديمي توقف. تمام، أعتذر. لا العفو دكتور، على راحتك، الله يحفظك. الآن؟ بدأ بظهور، نعم نعم بدأ بظهور، نعم واضح واضح دكتور. تمام. ذكرنا الأمر الآخر الذي يجعل الهوية الرقمية مهمة، موضوع الخصوصية وموضوع الأمان. تساعد الهوية أو إدارة هذه الهوية على منصات الإعلام الرقمي للحفاظ وأيضا التحكم في كافة المعلومات التي يعطيها الأشخاص داخل هذه المنصات، وهذا بالتالي راح يقلل من مخاطر سرقة الهوية وأيضا انتهاك الخصوصية. بالإضافة إلى بناء الثقة والمصداقية. طبعا الهوية الرقمية أساس عملها حتى تتحقق من هوية الشخص وأيضا تعزيز الثقة ومصداقية المستخدمين. هنا نتحدث يعني خصوصا للأفراد، وأيضا باستخدام الهوية. أنا أتكلم الآن عن الهوية الحقيقية، ليست الهوية المزيفة. الآن إذا دخلت إلى منصات التواصل الاجتماعي، انستغرام، فيسبوك وغيرها، خصوصا للحسابات الموثقة، فبالتالي هذه المنصات ستحاول من الحفاظ على حسابك وأيضا تقلل من انتهاك الخصوصية من قبل المجهولين. النقطة الأخرى منع المعلومات الخاطئة والأخبار المزيفة. هنا دور الهوية الرقمية في مكافحة المعلومات الخاطئة وأيضا الأخبار المزيفة من خلال ضمان لمشاركة المحتوى من مصادر مشروعة. في حال كانت هوية المستخدم لهذه المنصات هي هوية حقيقية تمثل الشخص داخل هذه المنصات، وأيضا ستحاول هذه المنصات من إزالة جميع الحسابات المزيفة والجهات التي تنشر معلومات كاذبة. نرى باستمرار تحاول منصات التواصل الاجتماعي أن تعزز من تجربة المستخدم وأيضا تصحح الخروقات والإشكالات التي تصيب هذه المنصات. الآن ننتقل إلى موضوع مهم، وهو ما هي أنواع هذه الهويات الرقمية الموجودة في البيئة الافتراضية. الهوية الأولى وهي الهوية الافتراضية، هذه الهوية تظهر من خلال المعلومات اللي يدخلها المستخدم أو صاحب الحساب، وهي المتعلقة بالاسم والتاريخ الميلاد، الصورة الشخصية، الإيميل وغيرها من المعلومات اللي تصرح بهوية هذا الشخص اللي يمتلك هذا الحساب. النوع الآخر من الهوية وهي الهوية النشطة، وهذه الهوية تظهر من خلال التقارير الدورية اللي موجودة داخل الصفحة ونشاطات المستخدم، جنس المستخدم سواء كان اكس او واي، يعني هنا ذكر او انثى، أصبح صديق، أزال هذا الصديق، انضم إلى مجموعة جديدة، وإلى آخره من الأمور والنشاطات، أو تركز على نشاط المستخدم داخل منصات التواصل الاجتماعي. الهوية أو النوع الآخر من أنواع الهويات الافتراضية وهي الهوية المحسوبة. هذه الهوية تظهر من خلال المتغيرات التي يرسلها النظام داخل كل منصة، سناب شات، تويتر، يعني أنا دائما أذكر تويتر لكن هي منصة أكس حاليا، انستغرام وغيرها. هذه التغييرات أو هذه الإشعارات بالمتغيرات التي توضح عدد الأصدقاء، الفلاورز، اللايك، التعليقات،
فكل هذه الأمور تدخل ضمن الهوية المحسوبة، بالإضافة إلى عدد المجموعات المنتمي لها هذا الشخص والتواريخ المثبتة داخل هذه المنصات. النوع الآخر من أنواع الهويات الرقمية هي الهوية المتجذرة، وأعني بالهوية المتجذرة الأقلية التي تستخدم منصات التواصل الاجتماعي، وهذه الأقلية تعتز بأصواتها وتعرض اعتزازها بأصواتها عن طريق نشاطها داخل هذه الصفحة. ننتقل إلى الهوية الرقمية الأخرى، وهي هوية ثنائية القطب. ماذا أعني بهوية ثنائية القطب؟ هي مشابهة للهوية المتجذرة، لكن هذه الأقلية تعبر عن ارتباطها العميق بالوقت ذاته بالوطن، وأيضا بالبلد المستقبل لهذه الأقلية. هنا هذه الهوية الرقمية نسميها هوية ثنائية القطب. الهوية العام والأشمل هي الهوية العالمية. طبعا هذه الهوية أو المستخدم داخل هذه الحسابات يعرض انفتاحا على مختلف الثقافات العالمية. طبعا بهذا الصدد نشير إلى أنه هناك حدث أو حدوث انتقال نوعي من هوية مغلقة إلى نوع آخر اللي هي الهوية المتحولة، ومن ثم إلى هوية هجينة. الروابط الاجتماعية اللي يجري تعزيزها عبر هذه الشبكة لا تخفي التغيرات والممارسات الهوياتية نسميها بفعل سهولة التواصل بداخل هذا الفضاء، وهذا ممكن أن ترجمه إلى مظاهر استبطان الهوياتي. طبعا ننتقل من أنواع الهويات، ما هي فرص التواجد في الفضاء الرقمي بهوية رقمية؟ اليوم أنا أنشأت هوية رقمية، ما هي الفرص لوجودي بداخل هذا الفضاء الرقمي؟ مجرد وجودك بالفضاء الافتراضي تحاول من إثبات حضورك، ما دمت أنت أونلاين أو أكتيف أو نشط لابد من أن تعرض هويتك. هذه الهوية تميزك، وأيضا قد تكون هي تمثلك تماما بداخل الفضاء الافتراضي. نذكر عدة نقاط ممكن أنه استعراض الهوية بالبيئة الافتراضية ممكن أن يتأثر بعدة عوامل. ما هي هذه العوامل؟ راح ألخصها بعدة نقاط. النقطة الأولى هو درجة اندماج هذا المستخدم داخل هذه المجموعات الافتراضية. اليوم إحنا بداخل المنصات الاجتماعية داخلين ضمن جروبات ومجموعات وصفحات هي ذات اهتمام مشترك، فهنا نبين درجة اندماج هذا المستخدم داخل هذه المجموعات ومدى المشاركة في هذه المجموعات ونشاط المستخدم داخلها. أيضا وتيرة استخدام المستخدم لهذه الصفحة ومعدل التردد اليومي، على اعتبار أنه كل ما زاد حضور المستخدم زادت الحاجة إلى عرض الذات وأيضا تبادل المعلومات بداخل هذه المجموعات اللي هي مجموعات ذات الاهتمام المشترك. أيضا نقطة أخرى هو مدى ارتباط هوية الفرد الرقمي، هوية يعني نقصد بها الهوية الافتراضية بالهوية الحقيقية، وكثير يعني ما نرى أنه هناك هوية مختلفة تماما في البيئة الافتراضية، وراح أذكرها بالمحاور القادمة إن شاء الله. ليش يحاول أو لماذا يحاول الفرد أن يصنع هوية هي مغايرة للهوية الحقيقية، يظهر بهوية افتراضية هي مغايرة للهوية الحقيقية. أيضا النقطة الأخرى التي تأثر
بها الهوية الرقمية طبيعة استجابة الفرد للصفحة، سواء كان هذا الفرد فاعل أو متفاعل أو منفعل أو مجرد ناقل لهذه المعلومة. بالطبيعة تفاعل هذا الفرد بالصفحة وأيضا المواقف اللي تحدد من وجوده داخل هذه المجتمعات الافتراضية. ننتقل الآن إلى محور آخر، ما هي السمات هذه الهوية الرقمية؟ أول سمة للهوية الرقمية أنه الهوية الرقمية هي متطورة. طبعا الهوية الرقمية تتغير بالإنترنت كونها وسيلة هي مرئية ذات مستويات صغيرة وهي خاضعة للوصف. هنا يعني نريد أن نؤكد على مسألة مهمة، يعني قد يكون الشخص بالواقع هو مختلف تماما مثل ما ذكرنا مسبقا عن بداخل هذه البيئة الافتراضية، نقصد بها منصات التواصل الاجتماعي، هناك قدرة على الارتجال وأنت تحدد من تريد أن يعني أن تكون. أيضا يتيح لك الدخول إلى مجتمعات افتراضية وأن تحدد الهوية بطريقتين. في البداية يمكن أن تسميها سمات لنفسك، هذه سمات لها علاقة باختيارك للاسم، وأيضا حتى ممكن أنه تحدد الجنس والعمر، حتى خصائص أخرى مثل قصة الشعر، المظهر الجسدي، القوة وغيرها من الأمور. هذه قد تختلف تماما عن السمات الحقيقية الموجودة بالفرد. بعد ذلك أنت يعني ستدخل ضمن هذه المجموعات وضمن هذه الغرف الافتراضية، تشارك بمنشورات وكتابات، وهذه المنشورات والتعليقات والتفاعلات هي مستمرة تبني لك هوية داخل هذه البيئة الافتراضية. بكل بساطة مثل ما ذكرنا مسبقا أنها متطورة، بالتالي أنت بداخل مجموعة، قد تكون هذه المجموعة رسمية، لك هوية مختلفة تماما عن مجموعة أخرى لزملاء في العمل، زملاء مقربين. في كل جروب أو مجموعة لك هوية مختلفة. يعني هنا نركز على قضية أساسية، هناك فرصة للتلاعب بالهويات وأيضا تجربتها. فالشخص هنا يستطيع أن يخلق هويات مختلفة بداخل هذه المجاميع. هنا في داخل هذه المجاميع لا يجعل الشخصية لا مركزية فقط، لكن يجعلها شخصية تتضاعف بشكل لا نهائي. أنت تستطيع أن تكون أكثر من شخصية بداخل هذه المجاميع. الأمر الآخر أن هذه الهوية هي اختيارية ومتحكمة. الشخص الافتراضي بداخل هذه البيئة الافتراضية هو من يختار ويسمي بمحض إرادته، بخلاف الشخص الطبيعي. هذا الشخص الطبيعي لا يستطيع أن يختار متى وأين يولد، ولا أيضا في اختيار جنسه والبلد وغيرها، اللغة. هذه الأمور ستلازم الشخص الطبيعي. أنت خلاص ولدت في العراق ستكون عراقيا، ولدت عربيا ستكون عربيا، يعني لمدى الحياة. على خلاف البيئة الافتراضية، هذه البيئة الافتراضية لا وجود للضغوط الأسرية، أنت من تختار البيئة، أنت من تصنع هذه الهوية، لا للأوامر، لا للنواهي، لا للإكراه أيضا، على عكس يعني ما يراه علماء التحليل النفسي. يقولون أن الكذب يتولد من الخوف، وليس هناك ما يخافه الشخص الافتراضي. الشخص الافتراضي ما يخاف من غير انقطاع ممكن التيار الكهربائي أو عطل في الجهاز المحمول، سواء كان يعني الهاتف أو غيرها أو انقطاع الإنترنت، وليس هناك دافع للكذب. لكن يعني نرى كثيرا في منصات التواصل الاجتماعي هناك كذب، لكن هنا تساؤل مهم، لماذا يكذب الشخص الافتراضي إذن؟ الجواب يعني ببساطة ليس ببعيد، هناك عدة عوامل.
تجعل من الكذب يتسرب إلى هذا أو إلى داخل المجتمع الافتراضي. من الأسباب المهمة نذكر منها أنه الفرد يطمع في تحقيق ما لم يستطيع فعله بالهوية الحقيقية. الآن أنت تخشى من كثير أمور، لكن أنت بهوية افتراضية قد يكون الاسم مختلف تماما، فبالتالي تستطيع أن تقول أي شيء، بالتالي تريد أن تحقق أشياء لم تستطيع تحقيقها عن طريق الهوية الحقيقية. بالتالي البيئة الافتراضية وفرت لك بيئة لأن تعبر عن كل ما تريد، وهذا بالتالي أنت ستحاول من استغلال جودة الثقة بين أفراد المجموعة الافتراضية أو البيئة الافتراضية التي أنت جزء من هذه البيئة. ننتقل للأمر الآخر وهي الهوية تكتسب الصفة الإجرائية. بالوقت اللي نتطرق له للمصطلح الكلاسيكي للهوية وذكرنا إلى سمات تعريفية ظاهرية اللي موجودة بداخل هذه الهوية، الاسم وتاريخ الميلاد، مكان الإقامة، التوقيع، وبعضها من الخصائص الغير قابلة للتغيير كما ذكرنا يعني مسبقا، اللي هي البصمات. عفوا، لون العينين، بصمات الأصابع، بصمة العين، غيرها. هذه الأمور غير يعني لا تستطيع أنت تغييرها بالحقيقة. لكن هوية الإنترنت هي أكثر ديناميكية وإجرائية. ماذا نقصد بديناميكية وإجرائية؟ ببساطة أنه الهوية الرقمية أو هوية الإنترنت ممكن أنه تتغير وأيضا تتطور باستمرار وتخضع لعمليات متعددة ومتغيرة. بداخل العالم الرقمي يستطيع الأشخاص عفوا من أن يكون هويات متنوعة عبر الإنترنت. طبعا ذكرنا أنه ممكن أن تكون بداخل مجموعة بهوية مختلفة بداخل مجموعة أخرى، بالتالي أنت تستطيع أن تكون هوية بداخل كل مجموعة مختلفة عن الهوية الأخرى. هنا نحاول أن نذكر يعني ما قالته عالمة الاجتماع سارة موكنبرج من جامعة كاسل. قالت عالمة الاجتماع أنه بعصور ما قبل الرقمنة الهوية كانت صفة داخلية، وهذه الهوية الخصوصية بالمقام الأول. كان المرء يؤدي دورا ما بالحياة العامة ثم يعود إلى حيزه الخاص ليعيش من خلالها الأنا الواقعية. الآن أصبحت هذه الأنا هي الأنا العلنية بسبب مواقع التواصل الاجتماعي. وأيضا العالمة سارة تقول أنه نحن بصدد إمكانيات جديدة. هذه الإمكانيات هي قد تظهر عمليات التغذية العكسية اللي نشوفها ونشاهدها على شبكة الإنترنت. وذاكرة مثال صور السيلفي على موقع الانستغرام وغيرها من المنصات اللي بها هذه الميزة، وهذه أيضا هي من شأنها من لبناء الهوية وأيضا الحفاظ على هذه الهوية. هذه الهوية الافتراضية هي هوية قوية. ليش هي هوية قوية؟ هذه الهوية تمنح الأشخاص الإرادة بالتعبير عن ذاته. ذكرنا مسبقا أنه خصوصا الأشخاص اللي يستخدمون هوية غير حقيقية هو قوي، لا يخشى أي شيء، الاسم غير صريح، الصورة غير حقيقية، يعني قد يكون بدون رقم هاتف، بدون إيميل، بدون موقع يحدد مكان هذه الشخصية، قد يستخدم في بي إن، فبالتالي يستطيع أن يعبر يعني ما قد الأمور التي لا يستطيع التصريح بها بالهوية الاعتيادية. وبالتالي هنا راح تظهر صورة قد تكون مثل ما ذكرنا مسبقا هي مختلفة تماما عن الهوية الأصلية.
الأمر الآخر هو امتداد هذه الهوية للحقيقة. عندما يقوم مستخدم بإنشاء هذه الهوية، يمكن أن يكون هذا البناء واعي. من خلال استخدام هذه المنصات يتطور يعني بشكل لا شعوري من خلال فترة، أو يمكن يعني ببساطة أن هذا الأمر ينعكس المستخدم بالحقيقة. البيئات الافتراضية مثل ما ذكرنا مسبقا أنه فتحت الباب أمام تجارب الهوية الجديدة. فمجرد أنت الدخول لهذا العالم راح تتبين هناك خصائص مادية وشخصية، وهذه الخصائص قد تكون غير واضحة وغير مرئية مباشرة للآخرين. وأيضا هذه البيئة راح تساعدك بالتواصل على أشخاص جدد. التقنية، ماذا نقصد بالتقنية؟ هذه الهوية توجب على الشخصية الافتراضية التعامل مع برامج المحادثة. اليوم اللي يستخدم منصات التواصل الاجتماعي يجب أن يكون على علم وعلى معرفة كيف تدار هذه الصفحات، كيف يستخدم هذه الصفحات أو هذه المواقع أو هذه المنصات. فيعني أعتقد على أساس الجيل، نجي إلى جيل الأكس، هذا الجيل اللي يبدي من منتصف الثمانينيات إلى منتصف التسعينيات. هذا الجيل ظهر بزمن التغيرات التكنولوجية، طبعا بزمن انتشار الإنترنت وزمن ظهور الهواتف. هذا الجيل هو أول جيل تعامل مع الثورة التكنولوجية، لكن الأجيال اللي بعده هي أكثر من جيل أكس يعني تطورا. مثلا نذكر جيل الألفا، أو عفوا جيل واي، نعم هو جيل الألفا اللي بدأ هذا الجيل من 1080 إلى 94، 1980 عفوا إلى 1994. هذا الجيل هو نشأ وتربى على التكنولوجيا وعلى الهواتف المحمولة وعلى الإنترنت، فبالتالي هذا الجيل هو أكثر تفوق من جيل أكس. الآن بدأ عندنا جيل زد، هذا الجيل اللي من ال 95 إلى ال 2012، وهذا نطلق عليه جيل الديجيتال. هذا الجيل هو أيضا يعني مستقبلا راح يكون أفضل من جيل واي، لأنه جيل تربى ببيئة تكنولوجية وبيئة موجود بها منصات التواصل الاجتماعي. فهذا هو أول جيل ينمو تماما بعصر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. يمكن نركز على نقطة مهمة بهذه الهوية، واللي قد يعني يستخدمها المستخدم بطريقة، أو يستخدم معلوماته بطريقة مخفية. يعني حاول للحفاظ أو رغبت للحفاظ على البيانات، أو يحافظ على شخصيته، أو يحافظ على معلوماته، أو يريد عدم إظهار أو الإفصاح عن شخصه الحقيقي. فبالتالي هنا يحاول بعدم الكشف عن الهوية الحقيقية، ويستخدم اسم مستعار لأهداف عدة ولأسباب كثيرة. طبعا المنصات اللي الآن، مثلا ليش أحاول أن أخفي مثلا العمر أو الاسم؟ الأطفال بأغلب المنصات تكون هناك يعني رقابة أبوية، مثلا إذا كان عمره 10 12 إلى حد ال 15 أو 16 في بعض المنصات. فبالتالي هذه المنصات لا تسمح للأطفال عندما يختار هذا العمر، فبالتالي يحاول إخفاء العمر، يستخدم عمر غير حقيقي حتى يستطيع من استخدام هذه المنصات. ننتقل الآن إلى محور مهم، وهو شبكات
التواصل الاجتماعي بين الحرية والتخبط بالهوية الأصلية. يعني أنا أحاول أنه أختصر من هذه الورشة لأنه أو المحاضرة فيها معلومات كثيرة، لكن الأمر المهم بهذه المحاضرة هو نتكلم عن شبكات التواصل الاجتماعي. طبعا أتذكر موقف معين، كنت أعمل بشركة إعلامية، هذه شركة يعني متخصصة بالإنتاج الإعلامي، فكان هناك يعني عقد مع أحد المشاهير لعمل إعلان. هذا المشهور أنا أراه يعني من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، لم ألتقي به يعني لأول مرة بهذا الإعلان، فرأيت أنه هذا الشخص أثناء يعني حديثنا معه ويعني خلال تقريبا 4 أو 5 ساعات شخصيته مختلفة تماما عن ما هي أو ما موجود على منصات التواصل الاجتماعي أو ما يروج له هذا الشخص داخل هذه المنصات، مختلف تماما تماما، ويعني تولدت لدي صورة مختلفة عندما رأيت هذا المشهور. أيضا قبل أيام كنت أستمع لي بودكاست بلقاء مع الإعلامي المشهور على قناة الجزيرة فيصل القاسم، واللي يقدم الاتجاه المعاكس. طبعا ذكر فيصل القاسم أنه أنا لا أحب البرامج اللي تستخدم العصبية وتستخدم ضيوف ضيف ضد ضيف، يعني على خلاف احنا الصورة المرسومة عن هذا الإعلامي أنه إعلامي يأتي بضيف مختلف عن الضيف، فهو يعني هذا الشيء هو انعكاس لحقيقة شخصية فيصل قاسم، فظهر يعني على حقيقة أنه شخصية مختلفة تماما عن الشخصية اللي موجودة بداخل برنامج الاتجاه المعاكس. إذن الشخصيات قد تكون أو يروج لها المشاهير هي شخصية مختلفة تماما عن الشخصية الحقيقية. نذكر أمر مهم، الأشخاص أو ما يسمى بالمؤثرين أو المشهورين لا يشارك يعني حزنه، لا يشارك كثير من الأمور، يشارك الأشياء التي يريد أن يخبر الجمهور عنها، كثير أمور لا يشاركها هؤلاء المشهورين، فبالتالي هذا الأمر تسبب بكثير من حالات أنه ممكن طلاق، ممكن حتى بداخل المجتمع أنه يعيش بحياة رفاهية بأعلى المستويات. طبعا بكتاب الخوف من الحرية عبر أريك موضح أنه الحرية هي سلاح ذو حدين، فالإنسان إلى حرية سلبية وبالمقابل هناك حرية إيجابية. الحرية السلبية هذه الحرية تكمن أنه الإنسان يتحرر من نوع الاجتماعي والسلطة التقليدية والمجتمع والوطن، وأيضا هو بنفس اللحظة يصبح فرد منعزل عن ذاته، وقد يصبح هو أداة لأغراض خارجية، بالتالي هذا الشخص راح يغترب عن نفسه وعن الآخرين، وبالتالي قد هذا الأمر يقود إلى الضعف، وأيضا هذه التكنولوجيا تخليه حبيس ومقيد. بالمقابل هناك حرية إيجابية، هذه الحرية هي من جهة أخرى قد تكون يعني متطابقة مع التحقق الكامل لإمكانية الفرد مع قدراته على أن يحيا بشكل إيجابي وتلقائي، وأيضا أن يعيش بهوية حقيقية تمثل هذا الشخص. أستاذ عدنان، كم يعني بقي من الوقت حتى يعني أحاول أنه ألخص لأنه المحاضرة طويلة جدا؟ نعم دكتور، ما زال لدينا وقت إن شاء الله، بقي تقريبا يعني بحدود 25 دقيقة إن شاء الله. جيد جيد، شكرا تفضل جزيلا أستاذ عدنان. الله يحفظك.
ننتقل إلى محور آخر الحضور الكريم، وهي مخاطر استخدام هذه الهوية، مخاطر استخدام الهوية الرقمية. ما هي المخاطر؟ يعني أول الأمر هو انتهاك الخصوصية. يعني الهوية الرقمية بالعصر الحديث، خاصة المعلومات التي يستخدمها المستخدم بداخل هذه المنصات على شبكات التواصل الاجتماعي، بداخل الألعاب والتطبيقات الكثيرة، استخدام حتى الآن تطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها. هذه التطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي هي منصات مجانية. هنا تساؤل مهم، أنت عندما تنشر بوست أو تغريدة أو ترفع مقطع فيديو على مختلف المنصات على يوتيوب، هذا المنشور أو هذا المقطع الفيديو يكلف هذه المنصات حجم داخل السيرفر، بالتالي هذه المنصات تدفع أجور مقابل كل منشور أنت تنشرها داخل هذه المنصات. لماذا يعني هذه المنصات تعطيك هذه الخدمات مجانية؟ هذه الخدمات مجانية لأنه أصبحت أنت المنتج الذي تتاجر به هذه المنصات من خلال الإعلانات. كثير من الناس يقول يعني شنو المشكلة أنه أعطي كل المعلومات المتوفرة لدي، مثلا يطلب مني اللوكيشن، الموقع الجغرافي، الإيميل، الاسم الصريح، الهوية وغيرها غيرها من هذه المعلومات. كثير من الناس يعني لا يكترث لي مخاطر تقديم هذه المعلومات، وأيضا يعني خطورتها وانتهاك الخصوصية. المشكلة يعني هنا ليس بتقديم هذه المعلومات، لكن المشكلة بتغيير قناعاتك، تغيير توجهاتك. هنا المشكلة الحقيقية يعني مع استخدام هذه المنصات. فعالية جمع المعلومات، منصات التواصل الاجتماعي تجمع المعلومات عن كل الأشخاص. مثل ما ذكرنا، المسألة الأساسية هي مسألة كيف تغير هذه القناعات. فإذا هذه مسألة يعني مهمة في انتهاك الخصوصية. يجب في هذا يجب أن نكون واعين بمسألة انتهاك الخصوصية بداخل أو أثناء استخدام هذه المنصات. جمع هذه المعلومات بحد ذاتها لا يساوي شيء بداخل هذه المنصات إذا لم تكن هناك عفوا. أستاذ عدنان، الصوت واضح؟ يظهر نعم لدي دكتور، واضح. نعم نعم دكتور. إشكالية ما أعرف في الزوم. نعم، جمع هذه المعلومات من دون معالجة ليس لها قيمة. إذن أساس جمع هذه المعلومات داخل منصات التواصل الاجتماعي على أساس تحليل واستهداف الجمهور. من مخاطر أيضا الهوية الرقمية هو أثر هذه الهوية على الفرد. كيف تؤثر هذه الهوية على الفرد؟ عندما أستخدم منصات التواصل الاجتماعي أتفاعل، أضع تعليق، أتفاعل مع بث مباشر، غيرها من هذه الأمور، أو قد أرد على منشور معين بتوجه معين، بشتائم أو بمديح. هذه ردة الفعل على هذه المنشورات والتفاعل، عندما الآن تجلس أمام شاشة الهاتف تستقبل رسالة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، هذه الرسائل قد تكون مختلفة بمضامينها.
وأيضا بمصدرها. لكن المشترك بين هذه الرسائل والتفاعلات أنه بالوقت ذاته تحدث أثر بنفسية المتلقي، وهذا يبين على ملامح الوجه. فأحيانا تشوف المستخدم يضحك، وبأحيان أخرى يبتسم، وبأحيان أخرى قد يعني يكون عصبي. كل هذه التعابير الإيحائية تقودنا إلى الأثر اللي تحدثه وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعلات بداخل بهذه المنصات، وعلى تأثيرها على الهوية، وأيضا علاقتها بالمستخدم وتأثيرها على الفرد. كيف تؤثر هذه الهوية، نقصد بها الهوية الرقمية، على الهوية الوطنية؟ طبعا مع تنامي انتشار مواقع التواصل وشبكات التواصل الاجتماعي وتنوع مضامينها، وأيضا لهذه المنصات وعلاقاتها الاجتماعية العابرة للقوميات، يرى البعض أن هذه العلاقات الجديدة أتاحت المزيد من الحرية والحوار المتبادل، وأيضا فتح المجال أمام تبادل الأفكار. هذه الأفكار قد تكون محظورة وتكون مقيدة بداخل الحكومات. اليوم أنت تستخدم حساب، قد يكون حساب باسم غير صريح وبغير صورتك الشخصية، فتستطيع يعني أن تدور وتناقش وتشارك وتتفاعل مع أي حديث، قد يكون هذا الحديث هو محظور بداخل البلد، أو حديث لا تستطيع أن يعني تناقش فيه بهويتك الصريحة. هذا البعض يعني يقول أنه هذه الأفكار تخرج من يعني سيطرة هذه الحكومات. البعض الآخر أو الجانب الآخر يرى أنه هذا الأمر هو وسيلة لاستيلاب الأفراد من مجتمعاتهم الحقيقية، وهذا الأفراد بهذا يعني الصدد يصير أو يصبح أقل ارتباط بوطنه وبقوميته، وهذا بالتالي راح عفوا وهذا بالتالي راح يثير القلق حول مستقبل الانتماء إلى الهوية الواقعية. طبعا هذا التأثير، إذا ذكرنا كيف تؤثر على الفرد وعلى الهوية الوطنية. الآن تحدثنا عن الهوية الرقمية وخصائصها والمخاطر اللي تواجه هذه الهوية. الآن أنا أستخدم منصات التواصل الاجتماعي أو منصات الإعلام الرقمي، كيف أبني هوية رقمية؟ طبعا هنا أنا أتحدث عن هوية رقمية للأفراد، يعني في حال كانت المؤسسات يحتاج إلى يعني شرح كثير. هناك عدة استراتيجيات ببناء الهوية الرقمية، حاول طبعا أن ألخص هذه الاستراتيجيات بشكل مختصر بهذه المحاضرة. أول أمر لبناء الهوية الرقمية، أنت كمستخدم كيف تبني لك هوية رقمية؟ الأمر الأول، حدد المكان الذي تنوي الوصول إليه. طبعا هذا ما يسمى بالأهداف، ماذا تريد أن يقول الناس عنك؟ ما هو المكان الذي تريد الوصول إليه في المستقبل؟ فأول أمر، حدد المكان الذي تنوي الوصول إليه. ذكرنا مسبقا في حال ضاع اسمك، فما تقدمه في عالم الإعلام الرقمي هو هوية رقمية تمثلك وتمثل أفكارك، وهذا الأمر في غاية الأهمية. يعني أذكر مثال، أحد الأشخاص لديه قناة على اليوتيوب، أنشر فيديو أو عفوا نشر فيديو على منصة يوتيوب قبل 10 سنوات، فقد يعني الباسورد الخاص بهذه القناة على اليوتيوب. الآن هو يعني تندم كثير على نشر هذا الفيديو، والآن هو يحاول حذف هذا الفيديو الموجود على منصة اليوتيوب. بكل بساطة يقول أنه شخصيتي حاليا
هي مختلفة تماما عن ما أظهره داخل هذا الفيديو. فإذا أنت فكر فيما تنشره الآن على منصات التواصل الاجتماعي، هل سيكون مقبول بعد سنوات؟ الأمر الآخر لبناء هوية رقمية على الإنترنت وهوية ناجحة، حدد الحلفاء والداعمين المحتملين لك، حدد من سيساعدك للانتقال من هذه المرحلة الحالية إلى المرحلة أو إلى مكان آخر. طبعا هذه ببساطتها راح تساعدك على بناء هوية رقمية جيدة. الآن راح نبدأ بخطوات عملية في موضوع الهوية الرقمية. موضوع اختيار الأسماء والمعرفات بصفحات التواصل الاجتماعي، هذا أمر مهم جدا. الآن نتحدث عن منصات الإعلام الرقمي، تويتر، سناب شات، انستغرام، وفيسبوك، لينكدين، وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي. اختر يوزر نيم أو المعرف، اختاره بشكل صحيح ومناسب. طبعا إذا كان بالحروف الإنجليزية، وغالبها أو يعني كل المنصات هي بالحروف الإنجليزية، استخدم اسم أو يوزر نيم هو هذا الاسم يمثلك. قد يكون مثلا استخدام الاسم الأول والاسم الأخير. هنا ننوه إلى نقطة مهمة، لا تختار أسماء عشوائية. في حال أنه حاولت البحث عن اسم معين بداخل هذه المنصات ووجدت هذه الأسماء محجوزة، بعضهم يحاول وضع أرقام وحروف عشوائية، تلقى مثلا علي اتش اتش ام ام ام، فهذه أيضا تدخل في صناعة الهوية. فهذه يعني أسماء ويوزر نيم هو عشوائي. فنركز على نقطة مهمة، احرص أن تفكر في اليوزر نيم مليا حتى تصل إلى شيء فعلا هذا اليوزر نيم أو الاسم هو يمثلك. ومن الأفضل أن يكون اليوزر نيم المعرف هو موحد بجميع المنصات، ففي حال أنه أراد شخص ما البحث عنك فباستطاعته أنه يستخدم هذا اليوزر نيم بجميع منصات التواصل الاجتماعي، بالتالي يستطيع الوصول إليك. من الأمور المهمة بصناعة الهوية الرقمية هي الصورة الشخصية. طبعا هذه الصورة الشخصية لها دلالات كبيرة. عندما يأخذ الإنسان صورة شخصية، قد يكون بزي رسمي، هذا دلالته أنه هذا الشخص يعني يتعامل بشكل رسمي. بعضهم لا يأتي بزي رسمي، وإنما يضع بصورة رمزية، هذه الصورة مثلا لنادي برشلونة، لنادي ريال مدريد وغيرها، لنادي يحبه، أو شعار الجهة التي ينتمي لها. إذا وضع هذا الشعار هو مثلا لوظيفة أو لشركة معينة، إذا هو انتماء الوظيفي عالي. طبعا قد لا تفسر هكذا، لكن بهذه الكلمات، لكن لها انطباعات ذهنية لهذه الصورة الشخصية. ما بعد ذلك يأتي ما يكتب تحت الاسم وتحت الصورة. اسمك كيف يكتب؟ هل يكتب باللغة العربية أو بالإنجليزية؟ الأفضل أن يكتب حسب الشريحة المستهدفة. أذكر أثناء دراسة الماجستير كان حسابي باللغة العربية، درست بالهند، فالأصدقاء والأساتذة كانوا يواجهون صعوبة بالبحث عن حسابي، فهم لا يجدون اللغة العربية، فحاولت أن أضيف معرف باللغة الإنجليزية حتى يستطيع الجمهور الجديد من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي. فهنا تستخدم اللغة حسب الفئة المستهدفة، فإذا كنت عربيا وأغلب من يتابعك عرب والناس تعرفك من خلال هذا الاسم باللغة العربية، يفضل أنه بمنصات التواصل الاجتماعي يكتب الاسم باللغة العربية. بعضهم يحاول أن يعرف عن نفسه وظيفيا، وبعضهم الآخر يحاول أن يعرف نفسه بالأفكار التي يؤمن بها. طبعا يقول علماء التعريف بالذات دائما بعالم التعريف هو أن تظهر انتماءاتك. ما علاقة الانتماءات بهذا التعريف؟ هكذا هي طبيعة الهوية، يصعب أن تنفك عن الانتماءات في التعريف. مثلا نقول فلان الفلاني، الاسم الأخير الفلاني، كأنك تقول أنا أنتمي إلى هذه القبيلة، أنا من العراق، أنت إذا منتمي للعراق، من مدينة بغداد، إذا أنت منتمي إلى مدينة بغداد وإلى المجتمع بداخل هذه المدينة.
أعمل في وزارة كذا أو مؤسسة كذا أو في شركة كذا، إذا أنا أنتمي إلى هذا المجتمع الوظيفي. حاول وجرب أنه أتعرف عن نفسك من غير ما تعبر عن انتماءاتك لجهات. يصعب هذا الأمر، ولذلك هذه أيضا لها دلالات. ماذا تريد أن تقول عن نفسك وما هي هويتك؟ يفضل يعني بعض الأحيان، في حال كان يعني كنت أنت يعني بزنس أو تحاول الوصول إلى شريحة أكبر أو حساب يحاول التواصل مع الجمهور، يفضل يعني ببعض الأحيان أنه تضع شيء من التواصل معك، قد يكون إيميل أو رقم هاتف أو أي وسيلة أخرى للتواصل. أمر مهم موجود بفيسبوك وبتويتر والآن أعتقد بانستغرام، التغريدة الأولى أو المنشور المثبت. هذا الأمر غالباً وأيضاً لها دلالات ومعاني تدل على هذه الهوية. ترى بعضهم يضع منشور ويثبت هذا المنشور، بعد أيام يغير هذا المنشور ويثبته إلى منشور آخر. بالتالي هذه المنشورات تصنع هوية هذا الشخص وهذا المستخدم. ثم بعد ذلك أنت تتابع من؟ بهذا الصدد لا نريد أن نقول أنت من يتابعك. أعتقد هذا الأمر قد لا تستطيع أن تتحكم به تماما، لكن أنت تتابع من في منصات التواصل الاجتماعي. طبعا بإنستغرام يدخلون إلى صفحة، وبعض الأحيان هذا الشخص يتابع من، قد يكون مثلا يتابع أندية رياضية، تشوف أنه شخص توجهه رياضي، أو مثلا يتابع عقار، فتشوف أنه هذا الشخص مهتم بالعقار، مهتم بالاقتصاد، بالأسهم، يتابع صفحات خاصة بالثقافة والقراءة، إذن هذه اهتمامه بجانب الثقافة والقراءة، الرياضة، فريق معين، إذن هذا اهتمامه رياضي. هو بهذه النقطة أن تظهر اهتماماتك من خلال من تتابع. طبعا سمعت من إحدى الطرائف في مقابلة شخصية، كان لجان من 3 أشخاص يعملون مقابلة للشخص، فواحد من اللجنة أثناء المقابلة دخل إلى صفحة هذا الشخص اللي جاي للمقابلة، وشاف يعني دخل المنصات ودخل إلى الانستغرام وتأكد يتابع من هذا الشخص، فقال له طرفة أثناء اللقاء، قال له ما شاء الله أنت تتابع خطابات بحسابك. لذلك يعني بهذه النقطة يحتاج أن تكون أو تحتاج أن تكون ذكيا باختيار من تتابع بشكل مناسب، ومع من تتفاعل، مع من تضع له لايك، لمن تعلق ريتويت على منصة إكس، أو تعلق على الصفحات في منصات التواصل الاجتماعي. هذه الأمور كلها مهمة. الطريقة الأخرى، يمكن هذه الطريقة هي الأهم، طريقة التصوير وطريقة عرض المحتوى. بعض الأشخاص يحاول أن يأخذ زوايا معينة، دائما يعني يبدأ أن يصور من الأرض إلى الأعلى في كل يوم، هذه أصبح جزء من هويته. هذه طريقة التصوير التي يصور بها هذا الشخص أصبحت جزء من الهوية. بعضهم والله يصور نصف الوجه، وأغلب الصورة يصورها في فيديو نصف وجه، يكون خلفه مثلا حاجة للجمالية مناسبة، أصبحت هذا الأمر جزء من الهوية. استخدام لون معين داخل هذه المنصات، استخدام تفاصيل معينة، استخدام رمز، نوع الخط، التفاصيل، كل هذه تحدد الهوية الرقمية. هناك يعني يسمى يعني بالسلوغن، وهي هذه الكلمات البسيطة، الشركات الكبرى التي تكتب تحت اسمها كلمتين، مثلا زين عالم جميل، آسيا سيل تجمعنا سوا، هذه العبارات اللي تحت الاسم نسميها بالسلوغن. ببساطة هي يعني مثلا نستخدم كلمة ترحيبية اعتيادية، وهذه الكلمات نكررها، وما تكرر تقرر، وما تقرر ثبت. بعضهم إذا يعني جاء يصور مناظر جميلة اختار نوع من الموسيقى، وجعل هذه الموسيقى هي
موسيقى ثابتة. إذن هذه الموسيقى هي أصبحت جزء من الشخصية. نكرر هنا على اختيار تفاصيل هذه الأجزاء بهذه الهوية، اختيارها بشكل ذكي ومتكامل. هذه الأشياء يجب أن تكون تعبر عنك تماما. من أصعب الأشياء أنه هذه الهوية لا تعبر عنك، والمصيبة الكبرى يعني أنت من تمتلك يعني الإيميل والباسورد، وأنت من تتحكم بكل هذه الأمور، وتظهر للجمهور شخصية مختلفة تماما وهوية مختلفة تماما للهوية التي تريد أن تعرضها للجمهور. طبعا ختاما حتى لا أطيل، نقول بالمنصات أو منصات التواصل الاجتماعي، وعندما تحاول أن تروج لهويتك الرقمية احرص على انتقاء كلماتك. ونقول أيضا أناقة اللسان هي ترجمة لأناقة الروح. عند الحوار لا ترفع صوتك بل ارفع مستوى كلماتك. طبعا بختام مداخلتنا عن الهوية الرقمية في البيئة الافتراضية، نشكركم جميعا على استماعكم القيم. بصورة بسيطة حاولت أن أسلط الضوء على أهمية تطوير وتعزيز الهوية الرقمية كأساس الأمان وأيضا للثقة في العالم الافتراضي. عفوا، وكذلك يعني وسيلة لتحقيق التواصل الفعال وتوفير الخدمات بشكل أفضل وأكثر فعالية. عفوا، يعني أرجو بنهاية هذه المحاضرة أنه قد وفقت في طرحي للمحاضرة. شكرا لكم جميعا. نعم أستاذ عدنان، شكرا شكرا سعادة الدكتور علي داود على هذه شكرا المعلومات جزيلا لك، الرائعة، وصلى الله أن يكتبها في ميزان حسناتك. شكرا محاضرة جزيلا. قيمة، و يعني نرجو أن تعم الفائدة فيها، بارك الله فيكم. نعم أحبتنا الكرام، سنفتح باب النقاش وطرح الأسئلة، فمن أحب أن يستزيد ويطرح سؤالا أو استفسارا فليتفضل، بارك الله فيه، يرفع أداة اليد أو يطرح سؤاله في الشات. نعم معنا الدكتور عثمان، تفضل. تفضل دكتور عثمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. السلام أظن ورحمة الدكتور الله. عثمان من الشات، أليس كذلك؟ نعم بلى. نعم، حياك الله، تفضل دكتور. أهلا بك دكتور عثمان. بارك الله فيكم الإخوة في المنصة، منصة أريد، ونحن في مأدبة علمية ضمن الأسبوع الثقافي، ولا زالت المعلومات تتدفق من السادة الأساتذة الفضلاء المتخصصون في العلوم العصرية. حقيقة دكتور علي داود تفضل بكلام قيم جدا ونحن نعاني منه الآن. على سبيل المثال، أنا في المنصة، منصة أريد، كنت قد سجلت سابقا، وحينما أريد أن أفتح وأدخل الباسورد أو هذه الكلمة لا أستحضرها، وبالتالي لا أستطيع أن أدخل، ولذلك قد أحرم من الشهادة، شهادة الحضور هذه الأيام، ربما إذا ما استطعت أن أكمل بقية الإجراءات. في الحقيقة الدكتور تفضل مشكورا بعرض الموضوع بشكل علمي منمق. هذه الصورة الفردية التي تنطبق على كل إنسان هي ليست بصمات، ليست بصمات باليد بالأصابع، ولكن التقنية الآلية تأخذها بشكل صوري، بشكل صوري خاص، وبالتالي لا يستطيع الإنسان أن يفك هذه الشفرات إلا هو بنفسه. فهل يمكن لشخص آخر أن يكون قد عرف حسابك وهو لا يدري ماذا أدخلت في الباسورد؟ هل هناك كيفية خاصة لمعرفة حساب الآخرين؟ وإذا كانت معرفة حساب الآخرين تعرف بكيفية إلكترونية محددة
فنحن أمورنا كلها مكشوفة. إذن كيف يستطيع الإنسان أن يكون قد وضع حدود لحسابه الخاص على أساس لا يستطيع أحد أن يفتحه كيفما كان علمه تكنولوجيا؟ وشكرا، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. شكرا شكرا. شكرا دكتور، الله يحفظك ان شاء الله، وابشر ان شاء الله دكتور، تواصل معي على الخاص اذا احببت، وان شاء الله نعاونك في مساله كلمه السر بالنسبه للدخول للمنصه. نعم بارك تفضل الله. دكتور علي، بارك الله فيك. نعم، يعني تفضل دكتور بمسألة مهمة. احنا نحتاج بهذه الجانب هو الوعي الرقمي. الآن أنا عندما أستخدم مثلا باسورد 1 2 3 4، هذا من السهل أنه أخمن هذا الباسورد، بالتالي أستطيع الحصول على حسابك. تمام، الآن عندما يعني أرسل لك رابط، هذا الرابط يعني ملغم، فبالتالي أنت بدون يعني أو شخص ما بدون وعي يضغط على هذا الرابط، بالتالي أنا يعني قد حصلت على حسابك أو حصلت على معلومات معينة. كثير ما تتداول روابط، هذه الروابط احصل على رصيد مجاني، سجل بحساب مثلا تويتر بلو، هذا حساب مجاني بدون دفع رسوم. هذه الأمور هي عبارة عن روابط ملغمة، إذا تفاعلت مع هذه الروابط بالتالي يعني يستطيع من أنشأ هذه الروابط الحصول على الباسورد والإيميل وغيرها من المعلومات. الآن هناك فيروس أو فيروس الفدية، بكل بساطة هذا الفيروس عبارة عن لينك يرسل عبر يعني وسائل التواصل الاجتماعي، فبالتالي عندما تفتح هذا الملف ستتشفر جميع الملفات، كل الملفات الموجودة عندك لا تعمل، وبالتالي يضع لك هذا الفيروس رقم للتواصل، تتواصل مع هذا الرقم، هذا الشخص يطلب منك مبلغ معين حتى يرجع الملفات إلى أصلها. بالتالي نحن نحتاج إلى توعية باستخدام منصات التواصل الاجتماعي أو كيفية استخدام خدمات أو الخدمات الموجودة أونلاين. بما يخص المعلومات الحساسة، هناك عدة أمور يجب أن لا أشارك مثلا الباسورد مع جهات غير معروفة. بما يتعلق بالأمور البنكية، لا أعطي الأرقام وأعطي رقم البطاقة وأعطي تفاصيل أخرى قد يعني تساعد على سرقة البطاقة. اليوم يعني هناك مصطلح يسمى بالهندسة الاجتماعية، أشخاص يتواصل معك يوهمك أنه هو من شركة فيسبوك أو من انستغرام أو من البنك الفلاني، أنت تتفاعل مع هذا الشخص وأنت من تعطي له المعلومات، وبالتالي سيسرق جميع البيانات التي أو البيانات اللي موجودة بداخل هذا الحساب، أنت بالذات هو من ساعدت على سرقة الحساب، فبالتالي نحتاج إلى الوعي الرقمي بهذا الجانب. نعم شكرا دكتور، بارك الله بك. معنا مداخلة أيضا من الدكتور طارق حمد الله، أظن من دولة السودان، تفضل. أهلا دكتور طارق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم عليكم السلام السلام، ورحمة الله. حياكم الله. وصراحة يعني ما زالت المنصة أريد، وشكرا للمقدم المحاضرة و على المعلومات القيمة لموضوع حيوي، وأصبح فعلا يعني يشكل خطورة كبيرة جدا. حقيقة لفت نظري مسألة التشريعات والقوانين في المؤسسات الحكومية. يعني هل ممكن تكون هنالك مراقبة؟ يعني قد تكون في كل دولة في جانب بتاع مراقبة، لكن قصدي للخارج أو النطاق الإقليمي أو الدولي، هل هنالك نظام أو أي يعني أشياء ممكن الإنسان يعاقب عليها، قانون دولي وغيره، على أساس أنه كل من يعني انتهك خصوصية شخص في من معلوماته وغيره وخلافه؟ يعني هل في جانب تشريعي دولي متفق عليه؟ النقطة الثانية مسألة الـ كثير ما أنت الإنسان يدخل مثلا حتى لو دار يقدم لمؤتمر أو لأي شيء، فبيقول لك أنزل معلوماتك وبياناتك وهي في الحفظ وفي الصون.
طيب ما الأدران يعني هي في الحفظ والصون هذه الجهة؟ يعني ما في شيء دليل ملموس أن هي في الحفظ والصون، فدي كل أشياء يعني يمكن لها مهددات كبيرة جدا على سرقة الهوية والهوية الرقمية وغيره. يعني بس ده سؤالين وملاحظتين، بس جانب بتاع التشريع والجانب بتاع كثير من البيانات اللي يمكن الإنسان بتديك الجهة بيقول لك هي في الحفظ والصون، فدارين عن هذه النقطتين. بارك الله فيك دكتور طارق، حفظ الله خبير بيئي. شكرا دكتور طارق، بارك الله فيك. نعم دكتور علي تفضل. نعم دكتور طارق، بخصوص المحور الأول، من يعاقب من ينتهك هذه الأمور؟ الحقيقة يعني لحد الآن كثير من الجهات يعني تواجه مشكلة بهذا الجانب. الآن يعني من يعني يستخدم الهكر ويسرق المعلومات، أعتقد هو يعرف جيدا كيف يستخدم هذه التقنية، قد يغير الموقع مات المعلومات غير صحيحة، فبالتالي يعني التعرف على هذا الشخص يعني أمر صعب جدا. أما في حال كان هذا الشخص معروف، أعتقد يعني بأغلب البلدان هناك قوانين يعني تجرم هذه الأفعال، وبالتالي يعني قد يعني يلاحق من يعني يهكر أو يسرق المعلومات. فهذا الأمر أعتقد لحد الآن يعني بصعوبة التعامل مع هذا الأمر، لكن إذا كان يعني الشخص يستطيعون الوصول إليه، هناك فرق حكومية يعني بداخل أغلب الدول متخصصة لمعرفة من يقف وراء هذه الأفعال. الأمر الثاني دكتور طارق، بما يخص هل هذه المواقع موثوقة؟ كثير من المواقع اليوم، مثلا فيسبوك، اليوم أشخاص أو مجموعة معينة تصنع موقع مشابه لواجهة فيسبوك، لكن هو موقع مزيف. نرجع إلى نفس الموضوع، هو موضوع الوعي. هل هذا الموقع أو هذا التطبيق أو هذا الرابط هو تابع لفيسبوك أو تابع لهذه المنصة؟ علي أنا كمستخدم أن أكون واعي عند الضغط على هذا الموقع. مثلا الرابط قد يكون هو غير http://www.facebook.com، يعني أنا عندما لا أرى هذا النطاق يعني أعرف أنه هذا الرابط ليس لفيسبوك، فبالتالي أنا أتجاهل الضغط أو أقدم المعلومات لهذه الجهة أو لمن أرسل الرابط. فحتى أحافظ على أمان بياناتي وأمان الحساب، فأنا لا أتعامل مع هذا الموقع أو مع هذا التطبيق إلا مع تطبيقات موثوقة. هناك أمر مهم عندما يعني موجود بالتطبيقات، عندما أنصب تطبيق أو أستخدم خدمة معينة، هناك سياسات الخصوصية. أنا كمستخدم علي أن أقرأ سياسة الخصوصية لهذا الموقع أو التطبيق، كيف يجمع المعلومات؟ أنت عندما تنقر موافق، فبالتالي أنت توقعت على عقد بينك وبين هذا التطبيق، بينك وبين هذا الموقع، على إعطاء الصلاحية للوصول إلى كافة هذه المعلومات، وبالتالي أنت من سمحت لهذا الموقع أو لهذا التطبيق بالوصول إلى كل المعلومات، وبالتالي أنت من وافقت بمحض إرادتك. نعم شكرا شكرا استاذ علي، الله يحفظك. نعم معنا ايضا مداخله من الباحث بالوافي عبد الرحمن بن هيبه من الجزائر، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم وعليكم السلام. السلام، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تحياتي للجميع مع حفظ الألقاب والرتب والمهام. لدي سؤال بالنسبة، إذا كان الشخص يعني سجل في مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار، هل يمكن إذا حدث مشكل هل يمكن لما يسمى بالشرطة الإلكترونية التعرف على هويته الحقيقية؟ والسؤال الثاني، إذا كان الجهاز يحتوي على الأنتي فيروس، هل يمكن له أن يمنع الروابط الاحتيالية التي بها فيروسات؟
وشكرا. شكرا شكرا، حياكم الله. دكتور علي، عندك مداخلة أو تعليق؟ نعم، فقط يعني تفضل. إضافة بما يخص أننا اليوم يعني مثلا أدخل بحساب، هذا الحساب لا يحمل الاسم أو مثلا يعني المعلومات هي معلومات غير صريحة للشخص الذي يقف خلف هذا الحساب. هل تستطيع مثلا الجهات الأمنية الوصول لهذا الشخص في حال يعني بنسبة معينة يستطيعون الوصول إلى هذا الشخص؟ هناك عدة برامج وأشخاص متخصصين بالهندسة الاجتماعية يستطيعون الوصول لهذا الشخص من خلال الاي بي ومن خلال كثير من التفاصيل، شبكة الواي فاي، الرقم المستخدم داخل هذا الحساب، الإيميل وغيرها من المعلومات، وحتى الاي بي الخاص بالهاتف المحمول، فيستطيعون يعني الوصول. لكن في حال استخدام بعض البرامج والروابط ممكن أنه يعطي موقع غير حقيقي لهذا الشخص، بالتالي يكون هذا الأمر صعب على الجهات الأمنية من العثور على الشخص الذي يقف خلف هذا الحساب. نعم دكتور، معنا المداخلة الأخيرة من سعادة البروف رندا الديب، فتفضلي. السلام عليكم، بشكر حضراتكم على الأسبوع الثقافي، بشكر سيادة المحاضر إن هو كفى ووفى ما شاء الله، عرض متميز. عايزة بس أضيف حاجة، إن إحنا أول مثلا ما يحصل لنا حد بابتزاز إلكتروني أو حاجة، أو حد بيطلب مننا مقابل مادي أو أي حاجة، المفروض أول ما يطلب على طول أنا بتصل بشرطة الإنترنت، بحيث إن هو قبل ما يقفل الأكونت بتاعه بيقدروا يوصلوا. انما المشكله ان احنا بنخاف، وخصوصا الفتيات يعني بيخافوا يبلغوا، فبيكون الشخص ده قفل الاكونت بتاعه حسابه، فمش بيعرفوا يوصلوا له. تاني حاجه بس حابه اضيفها برضو، احنا اطفالنا صغيرين بلاش نديهم الحسابات البنكيه بتاعتنا او الاي تي ام الرقم بتاعها، لان هم بيدخلوا على العاب، فالالعاب دي بيبقى او بيشتروا حاجات اساسا بالفيزا، فطبعا الاطفال تلقائي ممكن اساسا ان هم يدوا الباسورد او يدوا رقم الحساب او الحاجات دي، لا نكون حذرين احنا ككبار. تالت حاجه والاخيره، يا ريت برضو بلاش يعني نعلن عن احداثنا اليوميه على صفحات الفيسبوك خصوصا، يعني مثلا رايحين مصيف، رايحين عمره، رايحين الكلام ده، فاحنا بندي مؤشر للناس ان هم حتى دلوقتي الحراميه والنصابين بقوا اساسا بيعرفوا الحاجات الرقمنه، وبيعرفوا ازاي ان هم يدخلوا صفحات التواصل الاجتماعي، وبيرجع الشخص اللي كان عامل عمره او بيصيف او الكلام ده بيلاقي بيته مسروق. طب بيته اتسرق منين؟ لان هو نزل صور ان هو مش موجود في البيت. فيا ريت بس نبقى حذرين من 3 نقاط دولت، وشكرا لحضرتك. شكرا سعادة البروف، بارك شكرا الله جزيلا فيك. دكتور علي طه. نعم دكتور، إن شاء الله سنختم باستراحة، ومن ثم نعاود للمحاضرة الأخرى مع الدكتور حنان. إن شاء الله. يوجد تعقيب من حضرتكم أو مداخلة؟ يعني بنهاية المحاضرة يعني أشكرك بالخصوص، وأشكر السادة الحضور لحسن الاستماع، وإن شاء الله يعني أرجو أنه قد وفقت بطرح المحور الخاص بالهوية الرقمية في البيئة الافتراضية. شكرا شكرا سعادة الدكتور علي داود على هذه المحاضرة الرائعة، والله كانت إضافة جدا جدا رائعة، شكرا بارك الله جزيلا بك على يعني هذا لك المجهود أستاذ الرائع. عدنان يعني على جهودك بإدارة هذه المحاضرة، شكرا جزيلا. حفظكم الله حفظكم الله دكتور. نعم أحبتنا الحضور الكرام، إن شاء الله نأخذ استراحة بسيطة، ومن ثم نعاود مع حضراتكم، وسنبقي القاعة الإلكترونية إن شاء الله مفتوحة، وألتقيكم مع المحاضرة الثانية مع الدكتورة حنان حيدر البحراني، ومحاضرتها التي بعنوان التصفح الرقمي وعلاقته بالأمن الشخصي. نلتقيكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 10 دقائق ونعاود بإذن الله.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، أحبتنا الكرام، حياكم الله وبياكم، ونرحب بكم مرة أخرى ضمن فعاليات أسبوع الثقافة الإعلامية، والتي تأتيكم بالتعاون بين منصة وليد العلمية وجمعية البصيرة للبحوث والتنمية الإعلامية. أحبتنا الكرام، ننطلق سوية مع مشاركتنا الثانية في هذه الأمسية الطيبة مع الدكتورة حنان حيدر البحراني. والدكتورة حنان البحراني أستاذة في كلية الإعلام الجامعة العراقية، حاصلة على شهادة الدكتوراه من جامعة بغداد كلية الإعلام قسم العلاقات العامة، وهي باحثة في مجال التربية الإعلامية والإعلام الرقمي، وعضو في نقابة الصحفيين. نطلب من الدكتورة تسلم دفة القيادة لتبحر بنا في سفينة المعرفة المشوقة، ومع محاضرتها المشوقة والتي تحمل عنوان التصفح الرقمي وعلاقته بالأمن الشخصي. تفضلي دكتورة حنان، لكم الصلاحية، مشكورة مأجورة. تفضلي دكتورة. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك أستاذ عدنان على التقديم الرائعة، وأرحب بالسادة والسيدات الحضور الكرام، أسعد الله مساءكم. قبل البدء أحب أن أوجه شكر لجمعية البصيرة ومنصة أريد العلمية لمنحنا هذه الفرصة للقائكم وإلقاء هذه الورشة أو المحاضرة. يعتبر موضوع ورشتنا لهذا اليوم هو التصفح الرقمي وعلاقته بالأمن الشخصي، ويعتبر هذا الموضوع على قدر أهميته ارتباطه بالمعلومات، وهذه المعلومات لابد أن نستفاد منها في مجالنا الإعلامي، لأننا نهدف إلى تنمية معلوماتية بسبب ارتباط مجالنا الإعلامي بالمعلومات كمادة أساسية لممارسة هذه المهنة. فلابد أن نهدف إلى هذه التنمية ومحاولة لتقليل أثر التكنولوجيا الحديثة على السلامة النفسية. نبتدئ الورشة أو المحاضرة بمقولة من مؤسس شركة أبل ستيف جوبز، والتي يخص بها مبدأ أو مصطلح الخصوصية. فيقول: الخصوصية ليست شيئا لا تعتني به إلا إذا كان لديك شيء لإخفائه. الخصوصية هي حقك والحرية من التحكم. من هنا أحب أن أستعرض مع حضراتكم أهم محاور الورشة. من محاور الورشة هي التصفح الرقمي، ثم أنواع البيانات، مخاطر التصفح الرقمي، حماية البيانات الشخصية والتوعية بالأمن الشخصي، والتعامل مع الأوساط الاجتماعية. التصفح الرقمي هو استخدام الأجهزة الإلكترونية، طبعا مثل الكمبيوتر، الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، أو أي جهاز آخر متصل بالإنترنت. هذا الجهاز الذي يمكن من خلاله الولوج إلى المحتوى الرقمي عبر الإنترنت أو الشبكة العالمية. يتيح أن التصفح الرقمي الوصول إلى مجموعات كبيرة من الموارد والمعلومات بمختلف الأشكال، مثل مواقع الويب، الصور، الفيديوهات، المستندات الإلكترونية. طبعا استكمال هذه المحاضرة أنا ممكن أعتبرها استكمالا لما بدأ به الدكتور علي داود، حيث كلا العنوانين أو الموضوعات تتعلق بالحفاظ على أمن المعلومات في هذا الفضاء الرقمي، وماذا نترك من ورائنا في عند التصفح واستخدام الفضاء الرقمي. تشمل أنشطة التصفح الرقمي قراءة الأخبار، البحث عن المعلومات، مشاهدة الفيديوهات، التواصل الاجتماعي، والتسوق عبر الإنترنت، وربما أكثر من ذلك. ومن هنا واضح لديكم وسائل التواصل الاجتماعي. عندما ندخل إلى عالم الإنترنت أو الفضاء الرقمي، قد نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي أو تثبيت ملفات تعريف الارتباط على الجهاز، يعني إذا كان يتعلق الأمر بتنزيل التطبيقات أو بعض المواقع، كتابة تعليقات وتنزيل الملفات، الاشتراك في الرسائل الإخبارية، الوصول إلى المعلومات، تقييم تطبيق أو تجربة شراء إلكترونية. كل هذه الفعاليات أو الأنشطة قد تتعلق باستخدامنا أو نشاطنا على الإنترنت، فكل هذه المعلومات هي لابد أن تتعلق
بالخطوة الأولى وهي التصفح الرقمي. فعندما نقوم بالتصفح الرقمي سنقوم بالأنشطة الماثلة أمامكم من خلال عملية التصفح. فلابد أن نستعرض لكم عدة مهارات تتعلق بالتصفح، مثل مهارات البحث والاستكشاف. مهارة البحث والاستكشاف هي ربما قد تكون القدرة على تقييم المعلومات الموجودة على الإنترنت، تحديد مصداقيتها وموثوقيتها، والتمييز بين المعلومات الصحيحة والزائفة. مهارات الخصوصية والأمان الرقمي، لابد أن عندما نتصفح في الإنترنت هناك بعض مهارات الخصوصية. البعض الآخر فيما يتعلق بالوعي الرقمي، هناك مهارات الخصوصية والأمان الرقمي مثل القدرة على حماية البيانات الشخصية، الحفاظ على الخصوصية عبر استخدام كلمات مرور قوية، تفعيل الإعدادات الخاصة بالخصوصية على المواقع الاجتماعية، وتجنب الوقوع في فخ الاحتيال الإلكتروني. ربما يتساءل في أذهانكم كيف راح ننمي هذا الوعي الإلكتروني أو الرقمي، أو كيف ممكن أن نحافظ على الخصوصية. سأعطيكم في إن شاء الله بعد هذه المادة بعض الخطوات أو بعض التطبيقات العملية التي ممكن من خلالها الحفاظ ولو على جزء بسيط من معلوماتنا على الإنترنت، وسنرى كيف ممكن هذه المعلومات سيتم الاستفادة منها والاستثمار منها في عمليات استهداف الرسائل الإعلانية، أو الاستخدام الغير شرعي لهذه المعلومات، أو ربما بالقيام ببيع هذه المعلومات إلى شركات وسيطة أو جهات وسيطة ما بين شركات الرئيسة المسؤولة على المواقع وبين الأفراد المستخدمين. هناك أيضا مهارة التفاعل والتواصل الرقمي. طبعا انطلاقا من منطلق التربية الإعلامية والوعي الرقمي، لابد أن تتوفر أو تتواجد لدينا مهارة التفاعل والتواصل الرقمي عبر المنتديات أو البريد الإلكتروني، أو فهم قواعد السلوك الرقمي وأخلاقيات الإنترنت. أيضا لدينا مهارة إدارة الوقت الرقمي. هناك بعض المواقع أو التطبيقات يعني نسرف في استخدامها، فنسرف في استخدام يعني واستهلاك الوقت اللي قد ببعض الأحيان يعني ممكن أن نفقد معلوماتنا الشخصية أو المعلومات المتعلقة بالأمن الرقمي. وأيضا مهارة الحفاظ على الصحة والسلامة الرقمية، ويمكن أن نعتبر مهارة الصحة والسلامة الرقمية هي الأثر الناتج من استخدام الإنترنت أو الإسراف في استخدام الإنترنت أو الاستخدام الخاطئ أو الغير موفق. هذه المهارات قد تتعلق بمهارات التصفح، فعندما نتصفح يجب أن تكون لدينا هذه الخطوات أو المهارات الستة. عند التصفح على الإنترنت هناك بعض الآثار التي نتركها على الإنترنت، وقد ذكرها سابقا الدكتور علي قبل قليل، هي مثلا عنوان الآي بي. هذا العنوان الآي بي اللي يتيح للمستخدمين أو بعض المتطلعين أو لديهم بعض الخبرة التقنية أن يحدد الموقع الجغرافي لمستخدم هذا الجهاز من خلال موقع الآي بي، واللي ممكن يعني بسهولة الولوج إلى هذا العنوان. أيضا مواقع الويب غالبا ما تسجل عن مواقع الويب تاريخ الزيارة والصفحات اللي نتصفحها، أو بعض المعلومات الشخصية اللي نتركها من خلال ترك البريد الإلكتروني. تعلمون أيضا عند استخدامنا بعض المواقع لابد أن نقوم بالتسجيل أو ترك البريد الإلكتروني، وهذا ممكن أن يكون حفنة من المعلومات عن المستخدم. أيضا ملفات تعريف الارتباط والتي تسمى الكوكيز تستخدم لتتبع النشاط عبر مواقع الويب وتخزين تفضيلات المستخدم، بما يعني أنه هذه ملفات تعريف الارتباط المرتبطة بتنزيل تطبيق أو تثبيت موقع على الجهاز الحاسوب، وهذا ما يدعو إلى أن تكون خطواتنا على الإنترنت مسجلة ومعلومة لدى بعض الجهات. المعلومات التي ندخلها في النماذج والاستبيانات مثل البريد الإلكتروني، ربما أرقام الهواتف، الأسماء الكاملة، عناوين العمل والوظائف، ولا إلى آخره من المعلومات الشخصية الأخرى. هذه المعلومات قد تكون صورة واضحة أو هوية رقمية كما ذكرنا قبل قليل. البيانات الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، وما أدراك ما هذه البيانات؟
نحن قد وصلنا إلى مرحلة نشارك أي شيء أمامنا على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أنواع الطعام، وقت الجلوس، وقت المنام، وقت ممارستنا لأي أنشطة من النشاطات. فهذا ما ممكن أن يترك بعض البيانات اللي إحنا ما نرغب بتركها على الإنترنت، فقد يسبب لنا بعض تهديدات الأمن الشخصي أو اختراق الخصوصية قد لا نعلم إنه ما تداعياتها فيما بعد. المعلومات المالية أيضا، عندما نقوم بإجراء عمليات شراء عبر الإنترنت يتم تسجيل بعض بيانات بطاقات الائتمان أو الحسابات البنكية، وهذا ما يدعو إلى خزن هذه على الكلمات السر أو بعض المعلومات المرتبطة ببطاقات الائتمان في عناوين الويب. البيانات الصحية والبيانات التقنية أيضا من ضمن البيانات اللي المرتبطة بمعلوماتنا الشخصية، قد تكون معلومات حساسة تترك أو تبنى عندما يعني نتصفح مواقع الويب. هناك 4 أنواع من البيانات قد صنفها الباحثون أو المتخصصون في مجال التقنية: البيانات المؤتمتة، البيانات العرضية، البيانات السلوكية، والبيانات المستخرجة. راح أستعرض بشكل سريع عن ماهية أو معنى كل من هذه المصطلحات. البيانات المؤتمتة هي البيانات اللي ننشرها على منصة لكن إحنا ما نستطيع التحكم بها، مثل المنصات التجارية كالفيسبوك وتويتر، لأن ملايين الأشخاص قد يشاركون هذه المعلومات، لكن بعد فترة قد يتم تداولها من قبل مستخدمين آخرون، وإحنا ما نقدر بصورة أو بأخرى أن يعني يجري التغيير عليها أو التعديل أو التحكم بها أو حذفها، أو قد لا تناسب أفكارنا فيما بعد. فهذه قد تسمى البيانات المؤتمتة. البيانات العرضية وهي البيانات اللي يتم مشاركتها من قبل شركات رسمية أو من قبل جهات رسمية، وأيضا ليس لدينا القدرة على التعديل عليها ولا التحكم بها إلا ما بعد مراسلة أو التواصل مع هذه الجهات. البيانات السلوكية، هذه البيانات تعتبر نوعا ما من البيانات الأكثر آثارا على الإنترنت، بسبب أنه هذه البيانات يتم خزنها عندما نتعامل مع الفضاء الرقمي أو الإنترنت، من خلال تفعيل بعض الأدوات، من خلال تنزيل بعض التطبيقات، من خلال ترك تعليقاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. أي عمل أو أي معلومة قد نقوم بكتابتها أو تركها على الإنترنت قد تدخل ضمن البيانات السلوكية أو مصطلح البيانات السلوكية. أما البيانات المستخرجة فهي البيانات التي يتم استخراجها من الشركات الوسيطة اللي ذكرتها قبل قليل. يعني البيانات الوسيطة مثل قد شاع مصطلح سمسرة البيانات، يعني هناك شركات وسيطة قد تحتفظ ببعض المعلومات، مثل شركات الاتصال، مثل بعض الشركات المصرفية الوسيطة اللي عندها الكثير من المعلومات عن البيانات عن المستخدمين وعن الشركات الأم. هناك بعض المواقع التي قد تبين لك كيف ممكن أن راح أشاركها وياكم، كيف ممكن أن عند استخدام الإنترنت كيف ممكن أن نترك آثارنا على الرقمية. ما أعرف شلون أطلع الصفحة. تمام، من خلال هذا الموقع اللي اسمه Me and My Shadow. هذا الموقع يتيح لك، هل واضح الموقع أستاذ عدنان؟ العفو دكتورة، أنت فاتحة بس الباوربوينت، نعم، يعني يظهر لنا بس الباوربوينت، يعني إما أنه تسدين العرض مشاركة الشاشة وترجعين تفتحين الشاشة كلها مشاركة نعم، فهمتك، نعم. تقدرين، يعني أي نعم تفضل. يعني عفوا على التأخير،
هذه البيانات اللي نستخدمها من خلال هذا الموقع تدعى أو تسمى بالظل الرقمي أو أثر البيانات، اللي هي ممكن إنه إحنا نتركها عند استخدام الإنترنت، وتسمى بالبصمة الرقمية، والتي سابقا صارت لكم فكرة عن ماهية هذه البصمة أو الهوية الرقمية. شلون أشارك يا أستاذ عدنان الموقع، يعني لما أدخل على موقع ويب؟ دكتور أسوي ستوب شيرينج هسه، وبعدين من تسوين مرة ثانية نعم شير سكرين سوي للشاشة كاملة مو فقط للباوربوينت. نعم هذا الموقع مي اند ماي شادو راح يتيح لنا معرفة أو يعني إعطائنا فكرة عن مدى ترك هذه البيانات على الإنترنت. مثلا لو امتلكنا جهاز حاسوب راح نخلي علامة صح أمام جهاز الحاسوب، راح نشوف أمامنا كم أثر تركنا على الإنترنت. يعني هنا موجود رقم 8 اللي هي متعلق بعنوان الماك، يعني عنوان الجهاز، رقم الحاسوب التسلسلي، سجل المتصفح، بصمات المتصفح، ومواصفات الجهاز واللغة. هذا بعدنا احنا ما مسوين اي خطوة على الانترنت، مجرد استخدمنا جهاز حاسوب موصول يعني قبل وصوله بالانترنت. راح امامكم هنا أنا راح اضغط على مربع وصول الى الانترنت. فعند الوصول الى الانترنت راح يزيد عدد آثار الإنترنت إلى 18، أمامكم هنا أنا واضح، إلى 18 من خلال تحديثات نظام التشغيل، سجلات الأحداث، اللغة، رقم الحاسوب، وأمامكم الآن ما هي البيانات أو أنواعها اللي قد تترك على الإنترنت عند التصفح. قد نتصفح الإنترنت في مقهى إنترنت أو في المكتب أو في جهاز أو في يعني مكان عام، نلاحظ ارتفاع عدد أو نسبة الآثار الموجودة على الإنترنت. فبصورة مقصودة أو غير مقصودة هناك يعني آثار إحنا نتركها على في الفضاء الرقمي بدون إدراكنا لمدى انتشار هذه المعلومات. هذه بس مجرد أجهزة الحاسوب. ماذا لو استخدمنا لنفس الحسابات لكن من أجهزة موبايل؟ وهذه هي قارئ كتب، iOS، الأنظمة الأخرى، هذه كلها بالعادة إحنا نستخدمها. راح يعني أسوي خدمات الإنترنت أيضا، خدمات التسوق، تراسل، خدمات الجوجل. لاحظوا وياي هنا 111 أثر على الإنترنت، وهذه 111 هنا إحنا بعدنا ما أصلا ما مسوين أي خطوة رسمية أو عفوا خطوة فعلية أو سلوكية على الإنترنت، كالتعليق أو تنزيل بعض البرامج أو الولوج إلى بعض المواقع مثلا الاحتيالية والمشبوهة. هذه مجرد ما إحنا يعني فتحنا الإنترنت عبر شبكة واي فاي. هنا التلميح إلى شبكة واي فاي العامة من أخطر أنواع النافذات اللي تترك آثار على الإنترنت. هذا الموقع ممكن أن يفيد أو يقدم لكم نصائح لكيفية حفظ البيانات أو مسح سجل البيانات المحفوظة في الإنترنت من خلال هذه المعلومات. نعم. طيب، ما علاقة هذه المعلومات بالأمن الشخصي أو بكمية المعلومات اللي ممكن إحنا نتركها على الإنترنت؟ أيضا فاتني أن أذكر سياسات الخصوصية، يعني ذكرها قبل قليل الدكتور علي. سياسات الخصوصية هي من أهم النوافذ اللي إحنا لازم ننتبه لها أو نقرأها، على الرغم من هي طويلة ومربكة أحيانا، لكن مجرد ما إحنا نقوم بالنقر على موافق إحنا بدنا نسلم صورنا الشخصية، محتوانا، البريد الإلكتروني، السير الذاتية، كل المعلومات التي ممكن أن تكون شخصية وخاصة ولا يمكن المشاركة بها.
توقف الشير. تمام. أيضا تسمى هذه البيانات الخاصة ببعض الصور. إحنا يعني أخذنا أو أدركنا قبل قليل إنه ممكن الصور أو مقاطع الفيديو أو كل المعلومات التي قد تكون متاحة على الإنترنت أو أرقام الهواتف هي بيانات عامة، لكن مفهوم أو مصطلح الميتا داتا هي البيانات الوصفية لما وراء المعلومات. هذه البيانات إذا وجدت على الإنترنت أو عن خلفية استخدام كل مستخدم على الإنترنت قد تتيح استرجاع المعلومات أو تساعد على الخزن والإدارة والاسترجاع، وهي من أكثر البيانات شيوعا المرتبطة بخانة موضوع البريد الإلكتروني، معلومات حول جهاز المستخدم، أرقام الهواتف، البيانات حول الموقع وما إلى ذلك. هذا الموقع إذا تحبون تسووا له سكرين، يعني تشيرون أو تأشرون على النوافذ التي تقومون باستخدامها، وممكن أن تستخرج لكم عدد الآثار اللي أنتم تستخدموها على الإنترنت. هناك بعض الخطوات، هذه الخطوات قد تقوم بحماية مقدار بسيط من المعلومات أو حجب هذه المعلومات على الإنترنت. ومن هذه الخطوات هي مشاركة عدد أقل أو معلومات أقل مع التطبيقات والخدمات، أي يعني إحنا غير مجبورين على البوح بكل الأنشطة الشخصية أو الأنشطة العامة الخاصة بالمناسبات. هناك فيديو، يعني مقطع فيديو انتشر لفتاة أعتقد سعودية، شاركت صور لمناسبة في عيد ميلادها، وهذه الصور كانت خلف هذه الفتاة هويتها الائتمانية، ومن خلال الهوية الائتمانية وتاريخ الميلاد والاسم واضح ومعروف قد استطاعوا أن يعني يدخلوا إلى بطاقتها الائتمانية ويسحبون كل المبلغ الموجود بحسابها المصرفي. ومن هنا واضح ما مدى خطورة استعراض بعض البيانات أو الصور اللي هي يعني قد نكون ما منتبهين إلى كل تفاصيلها. استخدام كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها، أو استخدام المصادقة الثنائية، أو استخدام تطبيقات إدارة الباسورد مثل لاست باس. بعض كلمات المرور احنا نستخدمها يعني للسهولة أو لسرعة التذكر، أرقام سهلة مثل تاريخ الميلاد، مثل الأسماء، مثل بعض المعلومات المتعلقة بنا التي يستطيع الأفراد القريبين أو بعض الأشخاص المتصيدين تخمينها. فممكن أن نسعى إلى أن نضع كلمات مرور يصعب تخمينها. في إحدى الزملاء، يعني أنا دائما في كل محاضرة أذكرها، إحدى الزملاء كان يضع كلمات مرور لبيت شعر من يعني من الشاعر المتنبي. فأنا يعني أنا تفاجأت حقيقة بهذا التصرف وبالسلوك، لأنه ما ممكن أن يتذكر الشعر، فكان هذا الشعر قريب إلى قلب هذا الشخص أو المستخدم، فيضع هذا الباسورد كنوع من حماية المعلومات أو عدم الولوج إلى المعلومات أو يعني تهكير حسابه. هناك بعض المواقع راح نختبرها سوية، اللي هي ما هي الممكن الباسوردات يعني اللي ممكن تخمينها، أو إيش قد ممكن الوقت اللي يساعدنا على تخمين هذا الباسوردات. مثلا من يشاركني بإعطاء باسورد أي تطبيق أو أي موقع؟ أستاذ عدنان تنطينا فد باسورد خاص بيك، خلي نجربه مع هذا الموقع. نعم دكتور أبشري، يلا اعطينا باسورد. نكتب اسمي مثلا والتولد. يلا عدنان نعم 1900 عدنان 80. وثمانين. هذا الباسورد يحتاج يعني إلى 42 دقيقة لاختراقه أو تخمينه، فمن السهولة الوصول إلى من خلال 42 دقيقة فقط. إذن الباسورد المستخدم هو باسورد غير آمن،
وغير ممكن استخدامه، بينما إذا استخدمنا كلمات سر يعني عشوائية، لكن كلمات سر عشوائية ضغطت على بعض الأزرار وهنا توصلنا إلى 100 years، يعني مدة طويلة جدا لتخمين هذا الباسورد. راح يتبادر إلى أذهانكم سؤال، كيف نتذكر هذا الباسورد؟ أو شلون راح نعرف يعني نستخدمه في بقية التطبيقات أو إلى ما ذلك؟ هناك تطبيق أو موقع هو لإدارة الباسورد. من مهمة هذا التطبيق هو جمع كلمات السر وتوفير لها حماية رقمية، وأيضا منحك آلية التذكر من خلال بصمة الوجه أو بصمة الأصبع أو بعض الرموز مثلا 1 2 3، حتى ينطيك كلمات السر الخاصة يعني بهذا الكلمات السر العشوائية. فمن الممكن أن نضع كلمات سر عشوائية كبيرة، أو ممكن نقوم بتسجيلها في مكان آخر فقط لحماية هذه المواقع اللي تحوي معلوماتنا الرقمية. أيضا هذا موقع آخر اللي هو يتيح لك أو يعطينا فكرة إنه ما مدى الشركات الوسيطة أو مدى الجهات القائمة على هذه المواقع معرفة باسورداتنا الشخصية. أي يعني هسه أنا مثلا راح أدخل 1 2 3 4 5 6 وأضغط، راح ينطيني عدد 42 مليون وكذا رقم، إنه عدد مستخدمين نفس الباسورد في العالم كله. أي يعني إنه ما مدى صلاحية هذه الشركات أن تصل إلى هذا الرقم، أو تعرف يعني تعرف من سين يضع نفس الباسورد وصاد يضع نفس الباسورد، فكيف وصلت إلى أنه هؤلاء 42 شخص يضعون ذات الباسورد، بينما إحنا معتقدين أو مدركين أنه الباسورد نحن فقط اللي نعرفه. مثلا نجرب أيضا كلمات عشوائية أو حروف عشوائية أو بيت شعر أو أيا كان، ونضغط، لا يوجد أي شخص يستخدم هذا الباسورد غير المستخدم. إذن من خلال هذا الموقع أو من خلال هذا الإجراء البسيط قدرنا أنه ندرك أنه شركات أو أصحاب المواقع أو القائمين على المواقع هم يعني مسجلين كل كلمات السر والباسوردات الخاصة بنا يعني بدون ما إحنا ندرك. فهذه أيضا من الخطورة، يعني الخطورة اللي على معلوماتنا الرقمية وعلى الأمن الشخصي أيضا. نعم، أيضا التجديد على إعدادات الخصوصية على حساب مواقع التواصل الاجتماعي. هناك من يعمل لأجل السهولة على عدم ضبط بعض إعدادات الخصوصية في المواقع، منها قد يجعل الحساب عام، منها قد يجعل بعض الأشخاص مشاركين في الحساب، أو منهم من يستطيع الدخول إلى الحساب، أو بعض المعلومات هي متاحة مثل أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني. فيمكن أن بين فترة وأخرى أن نعمل على مراجعة إعدادات الخصوصية على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا أنها في تحديث مستمر، وأن هذه التحديثات قد تجعل التطبيق يحدث دائما من الأوبشنات الخاصة بي، فممكن أنه إحنا من خلال هذه الأوبشنات يجدد عملية اختيار المستخدم لهذه الأوبشنات. قم بإزالة تطبيقات الجوال وملحقات المتصفح الغير مستخدمة. طبعا بعض التطبيقات أو بعض الأدوات الموجودة بالحاسوب قد مر عليها زمن وقد يعني أصبحت قديمة وغير محدثة، ومن الممكن أن تخترق أو من الممكن أن تستخدم لأغراض الهكر أو الولوج إلى معلومات الشخصية، فيا إما أن نقوم بإزالتها أو نقوم بتحديثها بتحديث مستمر. أوقف محركات البحث عن تتبعك. محركات البحث حقيقة كجوجل وجوجل كروم و وفايرفوكس هي من أهم المتصفحات اللي يعني
تمنح العدم، لا توجد فيها رقابة، وتمنح الخصوص يعني تمنح الإذن في اختراق خصوصيتك. راح نشوف بعض التطبيقات اللي هي ممكن أن تمنع هذه المواقع من الوصول إلى المتصفحات. طبعا هذه المتصفحات لها نسبة 92% من معلوماتنا الشخصية من خلال سجل التصفح، من خلال بعض الباسوردات، من خلال النشاط الشخصي اللي نقوم به. بالنسبة لجوجل هناك لوحة للتحكم الشخصي ممكن أن نقوم بحذفها بين الحين والآخر لصيانة أو حماية الأمن. بالنسبة لياهو ممكن يعني ياهو عندنا يعني كموقع من أضعف المواقع اللي لا تحافظ على الأمن الشخصي أو اختراق البيانات. ممكن الاستعاضة يعني الاستعاضة بهم عن طريق هذا الموقع المتصفح تور براوزر اللي هو إصدار محدث ومطور أمنيا من متصفح موزيلا فايرفوكس. هو برنامج يتجاوز الرقابة الرقمية، قد لا يتيح الموقع عفوا الاي بي الخاص بالمستخدم، لا يتاجر ببيانات المستخدمين عن طريق سماسرة البيانات أو الشركات الوسيطة كما ذكرت قبل قليل، مدعوم وموصى به من قبل بعض أشهر خبراء الأمان الرقمي. فممكن أن نستبدل هذا يعني استبدل تصفحنا العادي بهذا المتصفح، قد يكون أكثر أمانا. أيضا هذا التطبيق اللي هو أو الموقع عفوا متصفح الترا سيرف اللي هو واحد من أكثر المتصفحات شعبية في العالم لمكافحة الرقابة والبرامج المخترقة للخصوصية. هذه الموقعين أنا أستخدمهم شخصيا، دائما قد تشفر البيانات أو لا يعني ما يستطيع أي شخص الولوج إلى معلوماتك أو اختراق المعلومات من خلال هذا التطبيق. وقد تتوفر عندنا أيضا أداة تسمى ديسيتمي. هاي الأداة هي أداة حذف التواجد على الإنترنت. إحنا ذكرنا إنه إحنا عند الدخول إلى الإنترنت سنترك بصمة أو أثر رقمي أو هوية رقمية على الإنترنت. هذه الأداة ستقوم بحذف التواجد على الإنترنت كالموقع الجغرافي والأنشطة الخاصة يعني بالتنقل للمستخدمين، البصمة والتاريخ وكل ما يتعلق بخطواتنا على الإنترنت. هذه هي أداة تنصب على المتصفح التي قد تمنح شيء من الخصوصية. أيضا عندنا هنا كاسبر سكاي. كاسبر سكاي هو مكافحة برنامج لمكافحة الفيروسات والبرامج الضارة الموثوقة. يمنح هذه مثل هذه البرامج مثل يعني مكافحة القرصنة أو تأمين الأجهزة ضد المخترقين. لا ننسى أيضا تحديث نظام التشغيل والبرامج الأخرى بانتظام من سواء إذا استخدمنا الحاسوب أو الهاتف الشخصي. هذا هو الباركود الخاص بموقع الاختبار الباسورد، إذا تحبون تسووا له سكرين أو تاخذون الرابط فيما بعد اتركه بالمحادثة لاختبار الباسورد الخاص بكم حول كم من الوقت ممكن أن يستغرق المتصيدين لاختراق الباسورد. أيضا من بعض الخطوات الأخرى للحفاظ على المعلومات وأمن المعلومات هو استخدام الفي بي إن. هذا البرنامج اللي أعتقد أغلبنا اتجه إلى في بعض الأوقات عند انقطاع الإنترنت أو عند وجود خلل في السيرفرات، ممكن أن يعني تتواجد له أهمية أخرى. استخدام الـ VPN في الأماكن العامة أو خارج الشبكة المنزلية اللي هي قد تكون يعني عرضة لأكثر من يعني المتصيدين أو المحتالين اعتراض هاي البيانات. فممكن عند استخدام الواي فاي في الأماكن العامة أو كالمقهى أو المطار أو الشارع المتوفر موجود بالواي فاي، يجب أن نستخدم الفي بي إن، لأن الواي فاي قد يصل إلى بعض البيانات الخاصة مثل الباسوردات، مثل البيانات المصرفية أو أنشطتنا على مواقع الويب اللي ممكن أن يسبب في اختراق هذه المواقع.
نعم. أيضا بروتون ميل هذا من مزودي البريد الإلكتروني الآمنين الذي يتجنبون طريق بريد الويب التقليدي. هناك بعض الرسائل التي تصل بين الحين والآخر، مثل هناك من يستخدم حسابك البريدي، هناك من يخترق الباسورد الخاص بك، هناك من يريد معرفة إرسال الرمز التحقق. هذا الموقع قد يتيح لك أن تحافظ على خصوصية الإيميل أو البريد الإلكتروني الخاص بك. طبعا أيضا يعرضك أو يخلصك من عرض الإعلانات المزعجة بين الحين والآخر، اللي ممكن قد تكون أيضا ملغمة من بعض الجهات، وموجود أيضا على أجهزة الآيفون أو الأندرويد أو على الجهاز الحاسوب، اللي تستطيع من خلاله أن يعني تحمي البريد الإلكتروني. فيروس توتال موقع إلكتروني أيضا يقدم فحص لملفات الحاسوب. هناك بعض الروابط أو بعض التطبيقات اللي إحنا قد نكون بحاجة إلها، لكن يشتبه في كونها ملغمة أو بها فيروسات أو بعض الملفات اللي قد تسبب في إيقاف الأجهزة أو اختراقها، فممكن أن نفحصها بهذا الموقع. فيروس توتال هو موقع مهم لفحص الروابط أو فحص ملفات المشتبه في كونها تحمل بعض الفيروسات التي قد تخترق أمن المعلومات الخاصة. قد نصل إلى برنامج السيجنال. هذا البرنامج اللي يعني لا يشيع استخدامه بكثرة، لكن من أهم البرامج أو التطبيقات، تطبيقات التواصل التي قد تكون مدعومة بواسطة بروتوكول مفتوح المصدر. يعني إحنا محادثاتنا قد لا تكون عرضة للتنصت أو عرضة للسرقة أو الاختراق. تطبيق السيجنال جدا آمن للمراسلات المهمة، لمراسلات العمل، للاجتماعات، لإرسال بعض الملفات المهمة التي قد تكون مخترقة من بعض الأجهزة الأخرى. هذا التطبيق أو الموقع قد يبين لك، هنا طبعا الباركود الخاص بالموقع إذا حبيتوا تجربوه أو تختبرون بعض الرسائل الخاصة بكم عند يعني الاشتراك في خدمة البريد. مثلا اختبار ما هي الرسائل التي تحمل تصيد احتيالي أو تفريق بين الرسائل المتصيدة أو الرسائل المشروعة. مثلا احنا أغلبنا تصل إلى البريد الإلكتروني مثل هذه الرسائل اللي تحمل على مستندات وتأتي بصفة رسمية، وغالبا ما قد تكون يعني مزودة برابط وبعض الملفات، لكن عند النقر عليها ممكن أن تكون هي ملغمة أو يعني ترسل بياناتك بشكل أو بآخر إلى بعض الجهات اللي تحاول اختراق المعلومات. فممكن أن نصل يعني نختبر أنه هل هذه الرسالة هي متصيدة أو هذه رسالة مشروعة من قبل الجهة القائمة على البريد الإلكتروني. فعند النقر على عرض الطريقة هنا ممكن أن نختبر الإيميل من خلال هذا الموقع. هناك 8 مستويات للاختبار، تحمل أغلبها رسائل تشبه هذه الرسائل اللي قد تصل إلى البريد الإلكتروني، كعرض صورة أو التحقق من بعض الكودات اللي قد تصل المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي، أو هذا الإيميل ممكن قد يصل إلى الأغلب هو ترقية دروب بوكس، اللي قد نعتقد أنه هو مجرد إعلان، لكن بالحقيقة هو إعلان، هو رسالة ملغمة بسبب بعض يعني هنا ممكن قد
نشك في هذا الإيميل، لكن هذا الإيميل هو رسالة مشروعة وغير متصيدة. أتمنى يكون يعني واضح الشرح لحضراتكم. ومن هنا ممكن من خلال هذا الموقع هو راح يعني نقدر نكتشف ما هي الرسائل اللي قد تحمل تكون غريبة وملغمة، وممكن تكون من جهات تحمل غايات للتصيد أو الاحتيال، أو قد تكون هي رسائل حقيقية. وفي النهاية لا يسعني إلا أن أشكر حضوركم واستماعكم، وأشكر منصة أريد العلمية وجمعية البصيرة على منحنا هذه الفرصة للقائكم. شكرا لك دكتور أو أستاذ عدنان. شكرا دكتورة، شكرا على هذه المعلومات الطيبة والرائعة، بارك الله فيكم، ونسأل الله أن تكون في ميزان حسناتكم. نعم، بارك الله بك دكتورة. شكرا لك. أحبتنا الكرام، الله يحفظك يا رب. أحبتنا الكرام، مرة أخرى نفتح باب النقاش والاستفسار لمن أحب أن يستزيد، فلكم حرية الاستفسار والمشاركة. من أراد أن يسأل سؤالا أو أن يطرح استفسارا فليرفع أداة اليد حتى نعطيه الصلاحية إن شاء الله، ويكتب سؤاله في الشات. هناك بعض الأسئلة أستاذ عدنان في الشات حول نعم دكتور، كيف يمكن إنشاء باسورد آمن حلي بإمكان استخدامه لإيميلاتي؟ من خلال هذه الموقعين ممكن أن تختبر يعني قوة الباسورد الخاص بك، هذا الموقع اللي ذكرته قبل قليل، هو موقع ثواني. من خلال اختبار هذا الموقع عندما يعني تجد أنه لا أحد غيرك يستخدم هذا الموقع، فقد تكون يعني مؤشرات أولية لمدى قوة الباسورد المستخدم. نعم، البروف رندا، دكتورة رندا الديب طلبت الشريحة قبل النهائية. نعم، هذه الشريحة قبل النهائية واللي هي دكتور خاصة. إذا نعم تستطيعين أن تنسخين الرابط وتضعيه بالشات حتى يعني نعم تعمل فائدة إن شاء الله أكثر، ومن أحب أن يرى البرنامج أو الموقع كامل يعني يستطيع الدخول إليه والتصفح. هذا هو لاختبار الباسورد. نعم دكتور، ممتاز. هذا أيضا لمعرفة كم الوقت لاختراق أو تخمين الباسورد. هذا الموقع أيضا لمعرفة الآثار اللي نستخدمها على الإنترنت. هذا أيضا لبعض الرسائل الخاصة بالمتصيدين عبر البريد الإلكتروني. عن دكتورة، في سؤال في الشات من الدكتورة نعيمة مجاهد تسأل: ما مدى خطورة سرقة المعلومات الشخصية البسيطة لشخص بسيط وليس له نفوذ؟ شكرا للدكتورة نعيمة مجاهد على هذا السؤال. نحن كفرد نتساءل ما هي أهمية معلوماتنا الشخصية بالنسبة للشركات أو بالنسبة للقائمين على المنصات كفرد مستخدم من هذه المعلومات، لكن في الحقيقة هي مجموعة البيانات قد تباع أو تتداول أو يتم التجارة بها أو سمسرة البيانات لأغراض عديدة، منها حملات الاستهداف الإعلانية الكبرى
اللي ممكن أن تعطي يعني انطباع عن مدى استخدامك لمنتج معين، أو مدى توجه هذه الفئة إلى استخدام موقع معين أو إلى أيا كان. فممكن أن تعطي مؤشرات حول مدى يعني ما هو سلوكك التجاري أو استهداف هذه المعلومات والحصول عليها. ممكن أيضا استخدام البيانات كالأرقام والحسابات المصرفية في عملية الاختراق والوصول إلى حسابات البنكية وما إلى ذلك. لكن يعني ما هو دارج حاليا هو الوصول، يعني سرعة استهداف الأفراد أو المستخدمين من خلال البيانات المتاحة على الإنترنت. قد نتساءل أحيانا يعني ماذا يعلم الفيسبوك أو المنصات الأخرى عندما نفكر في شيء قد يعرض لنا بعض المنتجات اللي نفكر فيها حتى إحنا ما باحثين عنها بمتصفح البحث في الموقع. هنا من خلال مجرد الوقوف مطولا على صورة، هنا من خلال تداولها عبر الرسائل، من خلال مثلا مجرد خزنها في جهازك، ممكن أن يعني يكون فد داتابيس حول توجهاتك أو حول اهتمامات هذا الجمهور. شكرا لك، أتمنى يكون الجواب وافي بالنسبة لك. نعم، شكرا دكتور، الله يحفظكم. وأيضا تسأل الدكتور نعيمة، هل يمكن سرقة معلومات من التليفون كالصور الشخصية مثلا؟ الصور الشخصية أكيد ممكن، كل ما يوجد على جهاز الحاسوب أو الأجهزة الموبايل هو متاح للسرقة والاختراق. شنو اللي ممكن أن يعملوا في هذه السرقة؟ هناك متخصص تقني، زميل يعني في المهنة لكن هو ليس عربيا، أجنبي، هو متخصص في هذا المجال. يعني طرح موضوع في ورشة معينة حول ما مدى التخلص من ظاهرة الموديلينج في المستقبل، أي بمعنى أنه راح يتخلصون من دفع الأجور الباهظة لعارضات الأزياء أو الأشخاص اللي يستخدموهم كموديل أو واجهة إعلانية لبعض المنتجات. قد يستخدمون الصور المتاحة على الإنترنت من قبل الأشخاص. أي شخص ممكن أن يكون ذات شكل يؤهله للظهور على منتج أو على واجهة أي منتج أو أي موقع، قد ممكن يستخدمون هذه الصور في المستقبل. وأنت تدركين أيضا بعض مخاطر التزييف العميق، بعض مخاطر الديب فيك وما إلى ذلك. كيف ممكن يستخدمون الصور في التركيب واستبدال الوجوه والتسقيط وإطلاق الفيديوهات التسقيطية لغرض الحصول على المتابعين وزيادة عدد الفولورز الخاص بهم؟ فممكن استخدام الصور لغايات عدة يعني. بارك الله فيكم دكتور. شكرا جزيلا. نعم أحبتنا الكرام، ما زال باب الاستفسار والمداخلات والنقاش مفتوحا لمن أحب أن يناقش أو يطرح سؤاله، فمن أحب المشاركة إما أن يطرح سؤاله على الشات أو يتفضل برفع أداة اليد لإعطائه الصلاحية. طيب دكتور، يعني أظن الله تعالى أعلم أنه ما في سؤال، كانت المحاضرة أكثر من رائعة، بارك الله فيكم، نسأل الله أن تكون في ميزان حسناتكم ونفع الله بعلمكم. شكرا جزيلا أستاذ عدنان، شكرا، شكرا شكرا للحضور، دكتور، الله يحفظكم. شكرا جزيلا. نعم أحبتنا الكرام، ننتقل مع حضراتكم الآن لشرح طريقة الحصول على الشهادة. رابط الشهادة والحضور سنضعه إن شاء الله في الشات. نعم أحبتي الكرام، تم وضع رابط الحضور والشهادة لمحاضرتي اليوم، وبإمكانكم الدخول مباشرة إلى الرابط. وسنقوم أيضا أحبتنا الكرام بشرح مفصل لطريقة الحصول على الشهادة. واسمحوا لنا أن نشارك مع حضراتكم الشاشة.
نعم أحبتنا الكرام، نقوم سوية بالدخول إلى محرك البحث جوجل ونكتب في خانة البحث، نكتب منصة أريد العلمية، فتظهر لنا بالصورة الواضحة أمامكم، ولمن كان عضوا مسجلا في المنصة بإمكانه الضغط على تسجيل الدخول فيتحول مباشرة إلى الصفحة الرئيسية بعد أن يدخل الكلمة المرور والإيميل الخاص به. أما بالنسبة للأعضاء الجدد من الذين لم يسجلوا بعد في المنصة، فبإمكانه الضغط على تسجيل حساب جديد فينتقل بعدها مباشرة إلى الصفحة التي تتطلب منه بعض المعلومات كالاسم باللغة العربية والإنجليزية، وكذلك بريد إلكتروني فعال وكلمة مرور وتأكيدها واختيار الدولة التي نحن فيها، وكذلك الضغط على بعد ذلك نضغط على زر التسجيل. بذلك أحبتنا الكرام نصبح أعضاء في منصة أريد إن شاء الله، وننتقل بعدها إلى الصفحة الرئيسية التي تظهر أمامكم أو ما يسمى بالحائط. بعدها أحبتنا الكرام من الطرف الأيمن للشاشة نختار نظام عليم، ننتقل بعدها إلى الأقسام الخاصة بنظام عليم كما هو واضح أمامكم، نختار من هذه الأقسام المحاضرات القادمة. نجد بعد ذلك في المحاضرات القادمة أو قسم المحاضرات القادمة جميع المحاضرات التي نحن بصددها من المحاضرات التي قدمت وستقدم إن شاء الله. نختار أحبتنا الحضور الكرام المحاضرتين اللتين كنا بصددهما هذا اليوم، وهي الهوية الرقمية في البيئة الافتراضية، وكذلك التصفح الرقمي وعلاقته بالأمن الشخصي، فبإمكانكم الضغط على أي رابط فننتقل مباشرة بعدها إلى المحاضرة الخاصة بها كما تشاهدونه أمامكم. نضغط على إصدار الشهادة باللغة العربية أو الإنجليزية، تظهر أمامكم أحبتنا الكرام الصفحة الخاصة بتحميل الشهادة، وهذه الشهادة برسوم رمزية قدرها 5 دولار، ولمن عنده العضوية الاحترافية تقدم له مجانا. نعم بالنسبة للغة الإنجليزية نضغط على رابط التحميل باللغة الإنجليزية، وكذلك بالنسبة للغة العربية. بعد ذلك تظهر أمامكم الشهادة بهذه الصورة، هذه بالنسبة للغة العربية وهذه بالنسبة للغة الإنجليزية. وأيضا نشرح لكم أحبتنا الكرام طريقة تعبئة الرصيد، فبمجرد الضغط على علامة الزائد من أعلى الشاشة ننتقل بعدها إلى طرق تعبئة الرصيد في المنصة، وهناك عدة طرق منها عبر أعضاء منصة أريد أو عبر البطاقة الائتمانية أو شركاء الحوالات المالية أو الويسترن يونيون وغيره من الطرق. ويوجد أيضا كما تشاهدون فيديو تعريفي لطريقة تعبئة الرصيد، وهو مفصل تماما بإمكانكم العودة له. أيضا أحبتنا الكرام ننوه إلى أنه إن شاء الله غدا سوف نقوم برفع التسجيل لهذه المحاضرة على الموقع الخاص بقناة أريد العلمية، فبمجرد كتابة قناة أريد على اليوتيوب نجد بعدها، لا أدري لماذا لا تظهر القناة صراحة، كان يوجد خلل في الإنترنت. نعم أحبتنا الكرام تجدون إن شاء الله التسجيل غدا على المنصة على رابط قناة المنصة على اليوتيوب، وأيضا تشاهدون فيه جميع المحاضرات التي قدمت، وتجدون أمامكم أيضا هذه التسجيلات لليوم الثاني والأول من أسبوع الثقافة الإعلامية. نعم أحبتنا الكرام هذا شرح مفصل
لمن أحب أن يعني استفاد من طريقة الحصول على الشهادة. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم، ووصلنا أحبتنا الكرام إلى ختام فعاليات اليوم الثالث للأسبوع الثقافي، الأسبوع الثقافة الإعلامية التي ترعاه جمعية البصيرة للبحوث والتنمية الإعلامية وبالتعاون مع منصة أريد العلمية. نختم هذه الأمسية بقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ويتجدد أحبتنا لقاءنا غدا بإذن الله في اليوم الختامي والأخير لهذا الأسبوع. فإلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.